مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، والنهاردة هنتابع مع حضراتكم أكثر من أمر مهم بيتم داخل النادي الأهلي، اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي وتكريم لكل المشاركين في اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي، تقديرا من مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي على الجهد الكبير المبذول طوال الفترة الماضية حتى تخرج لائحة النادي الأهلي كأفضل ما يكون وبما يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، وأنها تكون إن شاء الله أساس للعمل وأرض صلبة يقف عليها النادي طوال السنوات القادمة بإذن الله في كافة الأنشطة على مستوى الرياضة والخدمات الاجتماعية وكل عمليات التطوير وإدارة النادي في كافة الاتجاهات. عندنا النهاردة في الأهلي ليلة أكثر من أمر مهم بنتابعه، استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمباراة العودة، تدريبات الفريق الأول بعد الراحة اللي حصل عليها من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون واستئناف التدريبات وتجهيز اللاعبين والتغلب على قضية غياب أكثر من عنصر مؤثر في صفوف الفريق قبل المباراة القادمة والمهمة في مشوارنا في البطولة الأفريقية. وأيضا عندنا أمر مهم هو متابعة هذا الحوار اللي بيتناول كل الأمور الخاصة بكرة اليد، حوار تفصيلي هيجري زميلنا العزيز الكابتن خالد العوضي مع الكابتن عاصم حماد رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، وده هيكون الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة من الأهلي ليلة. خلونا نبدأ سريعا مع حضراتكم بفقرتنا الأولى وحوار تاريخ النادي الأهلي الغني بالأسماء المؤثرة اللي شاركت في تحقيق الإنجازات واللي سطرت وشاركت في كتابة سطور مضيئة في تاريخ كرة القدم والرياضة المصرية والأهلوية على وجه التحديد. النهاردة معانا ومعاكم في الأهلي الليلة واحد من أصحاب المواهب الخاصة جدا في تاريخ منتخب مصر والنادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام، واحد من اللاعبين اللي كانوا بيتمتعوا بحب وجماهيرية كبيرة جدا، لأنه من اللاعبين اللي كان بيطلق عليهم أن كرة القدم في أقدامهم سهلة في الملعب، أنه بيقدم السهل الممتنع وبيتحكم في الأمور وفي إيقاع المباراة اللي بيشارك فيها بالشكل اللي هو عايزه، لأنه من أصحاب المواهب الفطرية النادرة جدا. بل الأمر تخطى ده لأنه كمان بعد اعتزاله قيل أنه كان يمكن أن يقدم المزيد والمزيد ويبقى له شأن آخر لو كان خاض تجربة الاحتراف الأوروبي وحصل على فرصة يستحقها وتم بالفعل عرض أكثر من عرض احترافي أو قدم أكثر من عرض احترافي لهذا النجم الكبير للنادي الأهلي، لكن الظروف لم تسمح بخروجه للاحتراف الأوروبي وكان يستحق هذا الأمر، وخبراء كتير قالوا أنه كان هيبقى واحد من أصحاب أفضل التجارب الاحترافية لأن موهبته نادرة جدا. معنا ومعاكم النهاردة في الأهلي الليلة النجم الكبير نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ورئيس قطاع الناشئين في نادي مصر المقصة الكابتن محمد عبد الجليل. مساء الخير كابتن عبد الجليل، أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. مساء الخير، ومش عارف أشكرك إزاي جندي، بجد من أول مرة أطلع معاك ده يسعدني طبعا. لا بجد، وانت من الناس اللي زي ما قلت لك يعني بحب اتفرج، ان انت وسطي ربنا يخليك، مقدمه جميله وفعلا ده اقل ما تستحق، وهنناقش ده بالتفصيل وهفاجئك باسئله كتير كمان. زملائنا عارفين طبعا قدر موهبتك ونجاحك وما ساهمت في تحقيقه مع زملائك من نجوم كره القدم في النادي الاهلي، واعدوا ما تستحق من تساؤلات ومنها كتير هيبقى مفاجئ لك كمان. هنتكلم بصراحه قوي النهارده عن مشوار النجم الكبير محمد عبد الجليل. خلينا نبدا بلحظه انطلاق اللاعب محمد عبد الجليل. اول مرحله بدات فيها تجربتك مع كره القدم كانت امتى وفين؟ هو انا ابتديت وانا عندي حوالي 11 سنه، بس كان في نادي الشمس، وكان الجيل بتاعي في نادي الشمس ايهاب جلال، اللي هو كان ايهاب جلال والكلام ده وانا عندي 11 سنه. و بعد كده يعني ما كملتش، لعبت سنه الا شويه، وبعدين عملوا قالوا في اختبارات عندي المعلومات اللي عندي عن النجم محمد عبد الجليل بتقول انك ابتعدت شويه عن كره القدم ورجعت استأنفت. لا انا بحسبك انت بتقول من الاول يعني يعني انطلاقتي الصح يعني هي في الفريق الاول. لا هو انا فعلا كنت ابتعدت ساعه الثانويه العامه، تعرف طبعا زمان الدراسه قبل الكوره واولياء الامور او الاسر بتخاف على اولادها. بالظبط، دلوقتي اولياء الامور عايزه والدك الكرة. انا عارف ان والدك كان خايف عليك من ان ده يشتت كره القدم، تشتت تركيزك في الدراسه. ده حقيقي، وفعلا قطعت سنه مع اني كنت قعدت لعبت حوالي 4 سنين ناشئين اهلي، وبعدين رجعت كان عندي 17 سنه بس ما كنتش لسه طولت، كنت لسه صغير برضو لسه. قعدت ناشئين اهلي من 13 ل 17 سنه، من سن 13 سنه ل 17 سنه بالظبط كده. وبعدين قطعت ورجعت 18 سنه، رجعت 17 سنه. كان في مدرب موجود بدون ذكر اسمه طبعا ربنا يكرمه، ودي وجهه نظر، ولقى جسمي صغير وما يعرفنيش وما شافنيش فقال لي شوت على الجون مش عارف ايه، فانا كنت بقالي سنه بعيد وكل كره تطلع في الاول. فقال لي انت ما لعبتش كوره قبل كده،
فقلت له لا لعبت هنا 4 سنين. فقال لازم ما تنفعش يعني. قلت له لا خلاص شكرا وبتاع. فمشيت زعلان قوي. الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه ابو الاشبال هو اللي كان اول واحد اختارني وانا عندي 12 سنه ما رحت الاختبارات. من تاني كوره قال لي تعالى اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمد عبد الجليل. كان مهارتك والكنترول على الكوره والدريبلينج باين في سنك ده. يعني ما هو الراجل طبعا ابو الناشئين. امال سموه ليه ابو الناشئين؟ يعني عينه الله يقدر من 10 ثواني يشوف فيهم لاعب بالظبط. ودي انا اتعلمتها منه في الاختبارات اللي بعملها. بشوف اللعيب من اول لمسه بيبان او من اول تحرك بيبان ده كان كويس او وحش. فنادهلي قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له محمد عبد الجليل. فعمل لي صح قال لي بكره مش عارف الساعه كام يا عبد الجليل. كان اول واحد في مصر قال لي عبد الجليل ده كابتن مصطفى حسين. فطلعت عبد الجليل. المهم لما رجعت بقى في 18 سنه كنت خلاص انا عم وكنت طولت شويه وكده. وكان مسك بقى الفرقه كابتن انور سلامه 18 سنه. فقالوا له كان عندك مشكله انك من اللاعبين اللي نموهم في ناس نموهم البدني بيبان شويه اقرب يعني لسن ال 20 يعني. انا لو جبت لك صور انا عندي 14 سنه كنت اقصر واحد كده يعني في فرقتك اقل واحد في جيلك. كان ساعتها كان الكابتن فتحي مبروك هو اللي ماسكنا يعني. فكابتن انور قالوا له ده في محمد ده كان معانا قبل كده وبعدين قطع. رحت فين بقى بعد ما مشيت زعلان بعد المدرب اللي استبعدك من الاختبارات وعندك 17 سنه عملت ايه؟ رحت طبعا والدي قال لي في ايه وكده وقلت له فلان الفلاني قال لي انت ما تنفعش وكده. قال لي طب ما دخلتش ليه كابتن مصطفى حسين؟ ما هو عارفك وكده. ففوجئت بعديها بفتره كده ان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه اتصل بيا وقال لي تعالى يعني ان الكابتن انور مسك وعايز يشوفك يعني. فروحت فوقفنا كده فكان بيقول لي انت بتلعب ايه؟ فبقول له بلعب خط وسط مهاجم. قال لي طب العب باك ليفت. طبعا انت عارف الكابتن انور من زمان شخصيته قويه جدا ورخم بس انا ابويا ورخم ما بيهزرش. فقلت له حاضر. فكان عمرو انور وهاني رمزي قاعدين جنبه. فهو بيشوف بقى الجداد على الناس اللي مثلا عايز يمشيهم او حاجه. فالوينج رايت كل ما يجي يعدي مني اروح اقطعها منه ومرقصه داخل نص الملعب بشغلي. واحده في الثانيه راح باصص لعمرو وهاني قال لهم هو كان عندنا. قال لهم قال لك مين اللي مشاه؟ سؤال لا منطقي على طول. ومن ساعتها بقى الحمد لله تدرجت مع الكابتن انور لعبت ما خدنا بطوله 18 سنه 19 سنه وبدات تبقى من نجوم الفريق معروف بقى من العناصر المميزه. ربنا يخليك يعني انا انضميت لمنتخب مصر مع الجوهري بقى من اول سنه ليا في 18 سنه لما صعدت مع كابتن جوهري في منتخب مصر انا وهاني رمزي. كنا اول ما صعدنا كان 88 و7 اخر اخر 88. انتوا نفس العمر كابتن هاني رمزي ولا هو اكبر سنه ولا كابتن؟ لا لا انا اكبر منه ب هو 69 انا اكبر منه بسنه كده او حاجه. انا من جيل عمرو عادل عبد الرحمن. في لعيبه كتيره بطلت كانت احسن مننا كانوا مميزين جدا جدا. وعمرو انور كمان لا لا يعني طبعا زملائي كمان خايفين يكون المشاهد مش عارف قصدك عمرو مين لكن قلت مره عمرو انور وهاني رمزي كانوا معاك في التمرين ده وقت الاختبار ده كانوا هم نفس المجموعه اللي معاك وقت ما اختبرك كابتن انور سلام كان عمرو انور وهاني رمزي وكان هاني رمزي بس طبعا هم قدام فقاعدين جنبه لان هو كان بيشوف الجداد. فهم كانوا خلاص مكانهم ثابت في الفتره دي طبعًا في الفريق. كان ساعتها يعني حتى هو اللي ابتدى قبلنا يبقى علينا كابتن فرقه كان عمرو انور لعب قبلنا مع الشيخ طه سنه 86 في اواخر كده وبعدين احنا 87 عادل عبد الرحمن لعب قبلها بربع ساعه يعتبر كابتن عليا. بعدين لعبت انا وهاني رمزي مع بعض متهيألي او هو او بلاي بعد مش فاكر يعني. وعندنا الحته دي ما بتفرقش قوي حته الكابتنه دي يعني انت ممكن تلاقي دلوقتي واحد مش كابتن الفريق ومش اقدم لاعب شارك في الفريق لكن بيقوم بدور الكابتن يعني وله مكانته. بتفرق الموضوع ده قد ما بتفرق احترام. لو اللعيب زميلك اكبر منك لازم تقول له كابتن. طبعا مش هيبقى جيلك يعني زي عادل وعمرو اقول له عادل اصحاب يعني مرحله اصحاب انما تقدر تقول لاسامة عربي اسامة عربي لا يمكن لان في فرق سن وخبره. ما ينفعش لغايه دلوقتي كابتن علاء كابتن مره كانت طارق زيد كان بيلعب معانا في الملعب كان ماتش الترجي فكل الكوره تجي له كابتن طاهر فقال لي يا ابني اما تقول يا كابتن طاهر يكون الراجل ماسكك اسم طاهر او زيده قال لك الماتش مش مستحمل يعني كده. كابتن طاهر ايه يعني بس هي احنا اتعلمنا الكلام دوت بس الحمد لله اتضميت. بس طبعا تصفيات كاس العالم اللي وصلنا لها
لعبت فيها حوالي 3 ماتشات، وكنت من 88 لاخر معسكر في انجلترا اللي طلعوا منه على كاس العالم. طيب خلينا نبدا حديثنا عن انطلاقتك مع الفريق الاول وتواجدك مع منتخب مصر الاول مع كابتن الجوهري كمان من مرحله منتخب 18 سنه، وبعدها وجودك كنجم من نجوم منتخب مصر الاول لكره القدم، لكن بعد ما نتابع مع كابتن عبد الجليل ومع حضراتكم هذا التقرير. محمد عبد الجليل هو أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا للنادي الأهلي في فترة التسعينيات، نجح في ترك بصمة جيدة لدى جمهور الأهلي لما له من موهبة يتمتع بها. ياسر ريان أول كورة والصباح الجماهير بتتنقل لو كان محمد جليل ولد عبد الجليل في 2 من أكتوبر عام 1968 في حي المطرية. بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة عندما دخل اختبارات النادي الأهلي في نادي المطرية، وتم ترشيحه من قبل الكابتن شاكر عبادة كشاف الأهلي وقتها للانضمام إلى مدرسة الكرة، وبالتالي انضم لفريق 13 سنة ولعب في قطاع الناشئين حتى سن 15 سنة، ثم عاد ليتدرب تحت قيادة فتحي مبروك في فريق 13 سنة حتى سن 15 سنة. فاز ببطولة الجمهورية للناشئين تحت 18 سنة مع الأهلي تحت قيادة أنور سلامة وقتها، بعد الفوز على الزمالك بخماسية مقابل هدف في موسم 1987. رشحه سلامة للانضمام إلى الفريق الأول عندما كان مساعدا مع الإنجليزي باتلر، كما تم تصعيد عمرو أنور وهاني رمزي وعادل عبد الرحمن في نفس التوقيت. أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول كانت أمام الإسماعيلي، وشارك في آخر 20 دقيقة وسجل هدف الفوز للأهلي. لقاء القمة موسم 93-94 لا ينساه عبد الجليل، بعدما أحرز هدفا من أصل 3 فاز بها الأهلي وحصل على الدوري العام هذا الموسم. كما لا ينسى عبد الجليل مباراة أفريكا سبور الإيجواري في بطولة إفريقيا التي سجل خلالها هدفا مميزا من منتصف الملعب، وبعدها يفوز الأهلي بلقب بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1994. حقق عبد الجليل مع الأهلي 5 بطولات للدوري و3 بطولات للكأس وبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس وبطولة الأندية العربية 94 والبطولة الأفرو أسيوية. كابتن عبد الجليل، بعد ما تابعنا مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير، عايزين نتكلم شوية عن الفترة اللي بتشوف انها اغنى فترة في تاريخك الكروي فنيا. افضل فترة اديت فيها مع النادي الاهلي مع منتخب مصر امتى؟ نبتدي من النادي الاهلي. كان موسم 93-94 ده من احسن مواسم عمري في النادي الاهلي، ومع المنتخب من 88-90 دي افضل فتره، دي افضل فترات ليا في المنتخب ومع النادي الاهلي. مين الدويتوهات او اللاعبين اللي كانوا هم معاك في الملعب بتشوف انك متفاهم معاهم لاقصى درجه وبتقدم لهم، يعني بتخليهم هم كمان مستواهم اعلى وهم بيخلوا مستوى عبد الجليل اعلى في الملعب؟ بص، هم في حوالي 3-4 منهم من الناشئين كان عمرو انور، واحنا طالعين مع بعض كان برضو يعني كنا انا وهو دويتو، انه كان فيرود وانا باجي من تحت، فكنت لما اديها له انا عارف انه هيعملها لي 1-2 على طول، فكنت بجيب اجوان كتير وهو كان بيجيب اجوان برضو كتير. في الفريق الاول لما طلعت مع النادي الاهلي لقيت لعيب جاي من الترسانه اسمه، كنت انا صغير، اسمه محمد رمضان، اسمع عنه ولعيب جامد جدا. طب انا هلعب جنبه ازاي؟ ده في حسام حسن وفي ايمن شوقي وفي سنسمع ان هو يعني بيلعب على الواقف كده وما يجيب جول ما بيجريش المهم اتمرنا وبتاع. بعد شهرين اكتشفت ان ده من احسن اللعيبه اللي بتتحرك في مصر جد،
يعني فعلا انا بفهمه. هو دايما كان يقولها لي، يقول لي انا بفهم انت عايز ايه من عيني لما تبص لي. والله يعني احنا جبنا جون مره في الاتحاد السكندري، كان ايمن شوقي ورمضان في اسكندريه، عصام ربيع كان ماسك ايمن شوقي، وطارق العشر كان ماسك رمضان، وانا جاي من شايق من النص، فالطبيعي ان هم بيفتحوا، لو جه طارق العشر عندي هروح اعمل رمضان يجيب جون او العكس. اللي المساك هيقرب لك هتدي اللعيب. شوف الذكاء بتاع رمضان وبتاع ايمن، مش مهم يجيبوا جون، جريوا الاثنين راحوا معاهم. عم طارق العشر رجع يلحق يرجع، كنت انا بتمشى وصلت لغايه نقطه البيل، انت تخيل عم لحق رجع ما لحقش، رحت راكنها في الجون. الجون ده يتحسب لرمضان وايمن شوقي مش ليه؟ هما اللي فتحوا لك السكه، سهلوا عليك كابتن حسام حسن. الجون اللي بتكلم عنه قدامنا يا كابتن عبد الجليل. ايوه برافو عليك، بالظبط كده، صح صح. انا عايز عايزه يتعاد تاني، لان شفت تحرك طبعا اكتر. محمد رمضان راح فين وايمن شوقي راح فين؟ لا اصل بنتكلم على اثنين فراوده من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر، يعني لا ده انا هقول لك على الثالث، حسام حسن كان بيحارب وتنزل لنا على الهادي عشان هو كان فايتر بيخبط في المدافعين هنشوف الكرة اكتر من مره. يعني المجموعه دي هل فضلتوا مستقرين فترة على كده؟ الفترة دي كان بيدخل عناصر جديدة وفي نجوم موجودين سنهم أكبر، هل الفترة اللي عشتها كلاعب محترف في الفريق الأول في الأهلي كان فيها تغييرات كتير في شكل الفريق، ولا كان قوام الفريق ثابت لحد كبير؟ لا هو سنة 93-94 ده كان قوام الفريق ثابت لغاية آخر الدوري بحوالي 7 ماتشات أو 8 ماتشات. طيب هسأل الأسئلة الصعبة، احنا بس عندنا في اي وقت هنتوقف مع فاصل ونرجع. طيب خلينا نتوقف مع الفاصل، وبعد الفاصل القصير نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعوا. كابتن عبد الجليل، الفترة اللي قيل فيها انه النجم محمد عبد الجليل عنده امكانات تخليه في منطقة تانية خالص، لو احترف في اوروبا هيبقى من افضل اللاعبين في اي نادي هيروحه، لو كمان انضبط في الجزئية الخاصة بنظام التغذية والحفاظ على الوزن وطبيعة الحياة ومواعيد النوم، لانه كان يقال انك لاعب موهوب جدا جدا وموهبتك بلا حدود، لكن بتحب الحياة والخروج والقعدة مع أصحابك، وإن ده مأثر لدرجة إن في أجهزة فنية تولي تدريبك في الأهلي كانت بتقول أنا محتاج أخليه يركز، لأنه ما بيركز ويقعد فترة مركز جدا على الكرة بس بيبقى حاجة تانية خالص، في مستوى تاني خالص. فين الحقيقة في ده كله، وإيه اللي عايز تنقله من تجربتك الغنية مع كرة القدم للأجيال الأصغر عشان يستفيدوا بيه؟ الحقيقة يمكن 95% ده، 75% ده صح. لان انت عندك 18 سنة لقيت نفسك مرة واحدة في نادي الاهلي تلعب مع علاء ميهوب طارق زيت مع زهر الالقاب طبعا اللي كنت تحلم تقعد معاه في الاوضة، رحت منتخب مصر، يعني في ناس قديمة جدا في النادي ما كانتش راحت، وانا وهنا رمزي رحنا منتخب. ساعات كده انت دماغك لو محدش نصحك او بتتأثر بالنجومية السريعة. يعني انا كان والدي دايما ينصحني، كان خالي احمد الله يرحمه، كان خالي محمود دكتور محمود كان دايما ينصحني، بس برضو غصب عنك شوية انت فاهمني. فانت راجل حتة شعبية المطرية ما تقدرش، ما يعني بتقعد على القهوة مع اصحابك عشان ما يقولوش تكبر، فمثلا تسهر الساعة 1-2 مثلا، تخرج معاهم تسافر معاهم مش عارف اسكندريه عشان ما يعني في حاجات ساعات بتيجي على نفسك ودي غلط. اكل عيشه خلاص انت محترف، الفرق بالمحترف ما اعرفش. يمكن لو انا كان جالي احتراف كان ممكن اركز. كان في عرض في يوم من الايام من اندرلخت البلجيكي ومن اكثر من لا كان نادي برتغالي كان جه، وكان الكابتن عبد الصالح الوحش ساعتها، كان الكلام ده 87-88 ايام فايتسر، برضو كنت عامل موسم رائع رهيب مع فايتسر دوت، كنت طالع. فكان عندي طبعا كام 20 سنه ساعتها. طيب ايه اللي حصل وليه ما نجحتش عمليه التفاوض لانتقالك لنادي من الانديه الاوروبيه؟ وحسب تاكيداتك كابتن عبد الجليل كان عندك عرض من نادي في الدوري البرتغالي. خلينا نعرف اجابات الاسئله دي، ولكن بعد ما نستمع الى مشاركه زميلنا ومراسل قناه الاهلي من داخل النادي الاهلي في الجزيره زميلنا العزيز كريم احمد، يطلعنا على المستجدات في الانشطه الجاري العمل عليها داخل النادي، كل ما يتعلق باجتماع مجلس الاداره وايضا تكريم اللجنه
المركزية للائحة النظام الأساسي واستعدادات فريقنا لمباراة العودة أمام حورية كوناكري الغيني. مساء الخير يا كريم، تفضل. برحب بيك في البداية أستاذ محمد الجندي، برحب بيك وبرحب بكابتننا طبعا كابتن عبد الجليل وكل مشاهدي ونجوم النادي الأهلي. شكرا جدا، تفضل، احنا سامعينك، بشكرك وسامعينك، وقول لنا طبعا اخر المستجدات من خلال متابعتك من موقع الحدث داخل النادي الاهلي في الجزيره. هبدا معاك في البدايه بتدريب فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان يوم السبت ويوم الاحد راحه بعد الرحله للشقه والعوده من فينيا، كانت الامور يمكن صعبه هناك، الطائره الخاصه اللي تم توفيرها يمكن سهلت كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن برضو رحله مرهقه كبيره جدا وعدد ساعات كان كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي. فكان قرار من مستر فتره الكابتن محمد يوسف 48 ساعه راح لعيبه النادي الاهلي على نستنيكم النهارده اولى التدريبات استعدادا ان شاء الله لمباراه حوريه كوناكري الغيني. ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي. النهارده كان التدريب في الساعة الخامسة مساء، بدأ التدريب بمحاضرة فنية لمستر باتريس داخل الملعب، كان فيها أمور كثيرة جدا اتكلم فيها على أهمية هذه المباراة، في محاضرات كثيرة فردية مع اللعيبة بيقوم بيها مستر باتريس والكابتن محمد يوسف. كمان كلمهم على مساندة الجمهور اللي إن شاء الله متوقع أن يكون عدد كبير متواجد من جمهور النادي الأهلي للمساندة. البطولة الأفريقية فنيا لابد يكون في تركيز، لكن كمان لابد يكون في مساندة جماهيرية من جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد زي ما احنا عارفين، فأكيد بنتمنى إن شاء الله يكون كل جمهور النادي الأهلي متواجد في استاد السلام اللي هيستقبل المباراه. عايز اطمنك على المصابين، ده سؤالنا التالي، ده مهم جدا اللي هتتكلم عنه دلوقتي، انه في تصريحات للجهاز الفني، كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره قال انه وارد ان سعد سمير يلحق المباراه، وعندنا حجم غيابات، الجمهور عايز يطمن منك على فريقنا ومدى جاهزيه العناصر المؤثره في الفريق وحجم الغيابات كمان في المباراه دي. هبدا معاك بالعناصر اللي جاهزه استاذ محمد الجندي. يمكن وليد سليمان كان في شكوك حول اللقاء لحقه بمباراه العوده، خرج طبعا وليد زي ما احنا شفنا في المباراه الاولى، لكن من تاكيدنا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الطبيب خالد محمود، وليد سليمان جاهز وشارك النهارده في المران ان شاء الله يكون موفق في المباراه. ايدو جابر النهارده بيشارك في المران الجماعي وبيعلن كمان جاهزيته باذن الله مباراة حورية كوناكري. غاب ميدو جابر عن المباراة الماضية. محمد نجيب اللي للأسف طبعا بنتمنى له كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية، قطع في الغضروف ده يمكن هياخد وقت شوية، محمد نجيب 6 أسابيع، لكن إن شاء الله الأهلي بما حضر كل اللعيبة إن شاء الله تكون على قدر المسؤولية بإذن الله اللي هتشارك في المباراة. سعد سمير يمكن نقدر نقول بلغة الكورة شدت الخلفية صعب اللي حاصة بالمباراة، لكن سعد سمير في محاولات مستميتة من النادي الأهلي إن هو يجهز حتى أن يكون حتى في قائمة النادي الأهلي، لأن يمكن عندنا عدد كبير جدا من الإصابات، عدد كثير بيضرب خط الظهر. سعد سمير النهارده ما شاركش، شارك في الجيم بعض التدريبات التاهيليه الخفيفه، لكن يمكن سالنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود قال لا سعد يمكن احنا بنحاول ان احنا نجهزه، لكن يعني صعب اللي حصل ان هو يلحق هذه المباراه. عنده شد، هو ما عندوش الم، هو عنده شد في العضله الخلفيه، واكيد طبعا بتاخد وقت شويه بالنسبه للتلاحم الكبير بالنسبه للتدريبات والمباريات، لكن اكيد بنتمنى ان شاء الله ان يكون سعد من اللعيبه والرجاله. سعد يحاول ان هو طيب يعني عذرا معذره لضيق الوقت، وعايزين نعرف منك اكتر من معلومه مهمه يا كريم، لو قلت لنا سريعا جدا الاسماء اللي حتى الان مؤكد غيابها عن المباراه القادمه، قول لنا الاسماء بس سريعا الاول. محمد نجيب، عمرو السوليه، سعد سمير. طيب يعني دول اللي انا اقدر اقول المؤكد حتى الان غيابهم عن اللقاء القادم. دول الثلاث لاعبين اللي اقدر اقول لك ان هم هيغيبوا عن التدريب غدا ان شاء الله يكون التدريب في الساعه 9 صباحا. اروح معاك للجنه المركزيه والتكريم اللي كان مميز جدا كابتن محمود الخطيب النهارده، كان ليه كلمات رائعه لكل من شارك في لائحه النادي الاهلي النهارده، كان حاضر كل المستشارين القانونيين كل الرموز النهارده، كانت لفه رائعه تسليم دروع من مجلس اداره النادي الاهلي مستر محمود فهمي مستر مجدي العجاتي، كل رموز القانونيين اللي كانوا موجودين في اللائحه النهارده، كان تكريم رائع ويبقى ان شاء الله دور عضو الجمعيه العموميه باذن الله ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثافه. العدد ان شاء الله يفوق ال 20 و25 كعهدنا، 25,000 طبعا كعهدنا باعضاء الجمعيه العموميه. لسه من لحظات منتهي الاجتماع ومنتهي التكريم، بدا على طول مباشره اجتماع خاص بمجلس اداره النادي الاهلي انطلق في الساعه 7، لكن يمكن الاجتماع يبقى ممتد طبعا كعاده اجتماعات مجلس الاداره هنا، لكن بقول لك هنا يمكن الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا. لائحه النادي الاهلي ان شاء الله بعد المجهود الكبير اللي بذل خلال الفتره الماضيه ان شاء الله تكون لائحه قليل باسم النادي الاهلي باذن الله. محمد الجندي ان شاء الله يبقى دور العوده الجمعيه العموميه باذن الله ان شاء الله. بضم صوتي لصوتك زميلنا العزيز كريم احمد من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، شكرا جزيلا لك للمعلومات اللي تابعنا من خلالها اخر المستجدات داخل النادي الاهلي من خلال مشاركتك معنا، اشكرك جدا يا كريم. واعود الى ضيفي الكابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا. كابتن عبد الجليل، ليه التجربه لم تنجح او ايه كانت العقبات امام احتراف الكوره؟ يعني هو كان ساعتها الله يرحمه الكابتن عبد الصالح الوحش كان رئيس النادي، وما كانش فيه حاجه يعني اسمها احتراف او
يعني ان انت تودي لعيبه في الوقت ده ما كانش موجود في ثقافتنا في لا لا خالص، وما كانش في حد زي يطلع يعني، حتى ما فيش حد يطلع من نادي النادي كتير قوي يعني، ما كانش اياميها الكلام دوت. اتعرض واحد عنده 20 سنة ويعتبر من افريقيا، ومعلش برضه 87 مش زي الاجيال اللي عملت صنعت اسم في كاس العالم الاندية. احنا كان سنتنا كانت 3 بطولات، دوري وكاس وكاس افريقيا بس. فدلوقتي البطولات الكتيرة، فكنت تتمنى يبقى المقابل المالي المطلوب اقل عشان تسهيل مهمة خروجك للاحتراف. هل كان المقابل المالي اللي طلب مبالغ فيه، ولا الفكرة اترفضت من الادارة؟ يعني هو لا، هو كان تطفيش لانه طلبوا يعني حوالي مليون دولار. فالراجل يعني قال انتوا يا جماعة مش معقول يعني ده احنا بنروح افريقيا بنجيب لعيب ب 10,000 دولار، وفعلا ياخد اللعيب وهو صغير عنده 10,000 دولار 5,000 دولار. طب ده محبه، النادي متمسك بيك، مش عايز حد ياخدك منهم. لا يعني بس دلوقتي طبعا شرط تعجيزي يعني في الظروف دي لان هم فعلا كانوا بيبنوا فرقه جديده وجيل جديد طالع بعد الكباتن الكبار اللي كانوا بطلوا، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن خالد جد الله. فكان طالعين انا وعمرو وبتاع، وبعد كاس العالم بقى ابتدت تفتح. هاني رمزي راح احترف وكده وربنا كرمه. هي مش مكتوبه بس يعني انا سعيد ان انا في يوم من الايام اتعرض عليا عرض برتغالي. سعيد من الايام انا لعبت. كنت تتمنى تبقى لاعب محترف في اوروبا في طبعا يعني. بعد اللي بشوفه طبعا، وبشوف محمد صلاح واللي بيعمله. انا دايما اقول لاولاد الناشئين اللي عندي، محمد صلاح مش دايما تسمعه في التلفزيون، دي حقيقي. لما كان بيركب 5 مواصلات 6 مواصلات يعني خلوا عندكم امل وممكن انسان تاني. وانا عندي لعيبه كده بتيجي عشان تجي من في الفيوم، معظمهم عشان يجي الفيوم بلد كبيره جدا ممكن يركب 3-4 مواصلات. والحمد لله انا شايف محمد صلاح مدي طموح كبير قوي للعيبه كتيره قوي. انا بقول لهم بجد يعني، او لاي نادي اي لعيب يجي له عرض احتراف سيبوه وهو صغير. طيب. هنرجع نكمل كلامنا، طبعا هختتم كلامنا عن مشوارك كنجم مع المنتخب مع النادي الاهلي، عشان ننتقل للنقاط المهمه اللي اشار لها زميلنا كريم احمد ومشوار الفريق في الدوري هذا الموسم في البطوله الافريقيه، عشان يبقى الاسئله الاخيره هتكون متعلقه بمشوارك كمدرب ومسؤول حاليا او مشرف على قطاع الناشئين. كابتن محمد عبد الجليل، هنربط الكلام كمان بقطاع الناشئين، بيتصرف بحزم مع الولاد مع اللاعبين اللي مشرف عليهم النهارده في يوم من الايام كابتن انور سلامه، وكان يعشق اللاعب محمد عبد الجليل وامكاناته وقدراته. قال لك لا، هتقيم داخل النادي فتره، انا عايزك معايا، عايزك قدامي تدريب واكمل يوم، وتقدمت ايامها مستوى يعني تفوقت على كل لاعبي الكره في مصر في الوقت. سنة اخذت احسن لاعب خط وسط 93 94. هل احيانا بتقصوا على اللاعبين في قطاع الناشئين في مصر المخصص عشان تاخد الموضوع؟ انا اخذت من كل مدرب حاجه فنيا واداريا. فنيا من فايسا اخذت منه التمرين ساعه وربع 10 دقائق، ساعه و10 دقائق. خدت من انور سلامه الشده، خدت من الجوهري التركيز في العمل. كل حياتك كوره فعلا يعني. انا لما بقعد في البيت ولادي ببص في السقف بفكر بكره 99 هيلعب، بعد بكره 2001. اشتغل على التخطيط للبرنامج كله يعني. لا بصراحه انا برضو عندي مدربين اكفاء جدا، عندي مدير قطاع انا يعني بحسد نفسي عليه برضو اللي هو اسمه احمد المنشاوي، ده مدير قطاع الناشئين، وده يعتبر الجندي المجهول لانه شايل عني حوالي 70-80% من شغل الاداريات. احنا معانا 350 لعيب زائد 60 مدرب واداري وجهاز طبي، عندي حوالي 45 مغترب على في خلال ال 10 فرق من 20 سنه لغايه 2011. طبعا 2011 ل 2005 ما ينفعش يبقى في اقامه. ليه؟ ما ينفعش بيت ولد عنده 8 سنين 9 سنين في شقه مع مغترب مع واحد عنده 20 سنه اكيد او 17. اكيد في معايير لكل سنه بالظبط كده. فهو اللي ليهم بتوع الجمهوريه ال 20 سنه وال 18 سنه وال 16 سنه دولت المغتربين عشان بيلعبوا جمهوريه، فبنجيب لهم شغل. اللعيب المميز السوبر قوي اللي هو مثلا في 2002 يعني، في ممكن يجي من 2002 و2004 بيلعبوا مناطق بس. مناطق يعني ايه؟ يعني الفيوم تلعب منطقه الصعيد، الاهلي ممكن يلعب منطقه القاهره، الزمالك يلعب منطقه الجيزه، دي اسمها منطقه. انما دوري الجمهوريه زي الدوري العام الممتاز. حتى السنه دي حاجه مش لذيذه قوي بس يعني خلاص خدوا القرار بيها خلاص، ان الفريق الاهلي مثلا لاعب سموحه اول ماتش اوكي،
انا لعبت سموحه اول ثلاث ماتشات لعبت 99 و2001 و97 بعديها المقاولين العب مقاولين طيب انا بقول اتحاد الكوره افرض المقاولين جاي للفيوم مثلا والحمد لله احنا بنستقبل الناس كلها زي الفل افرض ان الماتش حصل فيه اول يوم مشكله تاني فرقه هتيجي تاني يوم فرقه مثلا اقل او اكبر سيان هتبقى مشدوده واحنا مشدودين حصل حاجه ثالث ماتش ده ممكن ما يتلعبش صح ولا لا يعني منطقيا طبعا بس طبعا احنا بنحاول نحافظ دايما انا عن نفسي في الفيوم انا والرجاله معايا قبل اول ماتش ما بيخلص بنقف كده بندي ظهرنا للاعيبه الفريق المنافس اللي جاي وبنبص لفرقنا احنا ارجع 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 تحاول تبعد ما يبقاش في اي احتكاك واي مشكله اللي حتى بيحاول يقول كلمه اتفضل عموما المقترحات اللي حضرتك بتقولها او اي مدرب اخر او مسؤول في اي قطاع من قطاعات الانديه المصريه في كافه المستويات المختلفه المسابقات دي امر مهم وممكن يؤخذ في الحسبان يعني ممكن لجنه المسابقات تضع في حساباتها الامور دي وتستفيد باي مقترح مش عيب مش عيب بس هم كان متهيألي كانوا عايزين يعملوا الدوري بسرعه عشان الامتحانات وكده لان اتاخروا السنه ممكن تدارك النقط دي بعد كده ممكن مفيش واحنا ما عندناش مشكله والدنيا ماشيه حلو طب خلينا نسمع كابتن عبد الجليل راي الجندي المجهول حسب كلامك الكابتن احمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين في نادي مصر المقاصه كابتن احمد مساء الخير مساء الخير مساء الخير استاذ احمد مساء الخير كابتن عبد الجليل مساء الخير كابتن منش كابتن منشاوي سعداء بمشاركتك معانا ومن دقيقة واحدة كان الكابتن عبد الجليل بيقول في مدرب هو بعتبره الجندي المجهول وهو اللي شايل عني الكلام على لسان كابتن عبد الجليل بيقول شايل عني 70% من التفاصيل ومن الجهد الكبير جدا في قطاع الناشئين أولا تحب تقول إيه عن عملك مع الكابتن محمد عبد الجليل وعلاقتك بيه وعن عبد الجليل اللاعب الموهوب جدا والإنسان والمسؤول في نادي مصر المقاصة هو في البداية طبعا أنا سعيد جدا نعمل مداخلة في قناة النادي الأهلي النادي العظيم وبشكر الكابتن عبد الجليل دايما هو بصراحه يعني بتواضع منه ان هو يعني بيخفي حقه دايما لكن لما الكابتن عبد الجليل كان موجود مع الفريق الاول وتشرفنا بنزوله مع القطاع بامانه يعني لقيت العمل مع الكابتن عبد الجليل عمل جميل جدا الكابتن عبد الجليل بسيط بيسمع اول سنه نزل على القطاع كان بيتفرج بس على الدنيا كلها وفي الشغل بعد كده بدأ كابتن عبد الجليل وجوده معنا فرق معنا كتير بأمانة بيتابع الفرق كلها بيتابع مدرسة الكورة أنا بشكره وهو يمكن بيديني أكتر من حق بأمانة وأنا بشكرك كابتن عبد الجليل لا يا كابتن منشاوي بأمانة والله يعني أنت اللي بتعمله قدام عيني أنا ساعات بقول له يعني حرام عليك نفسك يعني هو النهاردة يعني بيحب شغله قوي يعني بيبذل مجهود مبالغ أنت بتتكلم منين دلوقتي يا منشاوي؟ انا حاليا دلوقتي بتكلم من مباراه الفريق الاول في تنظيم ماتش المقاصه وحرس الحدود في الملعب دلوقتي حاليا يعني هو مدير قطاع ناشئين الحمد لله مصر المقاصه واثقه في احمد المنشاوي لانه راجل منظم جدا بجد هو اللي بينظم الماتشات بتاعتنا اللي هي الـ 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 الناس اللي بتقف حوالين الملاعب والصبيه بتاعت الملاعب كل التفاصيل كل التفاصيل هو اللي بيعملها بصراحه بيعمل شغل بعيدا عن الجانب الفني هو بيعملها محبه فعلا او كلنا بنشتغل بجد محبه عشان خاطر واحد اسمه الله محمد عبد السلام بامانه عظيم مش يعني حتى كابتن منشاوي يقول لك يعني هي الروح دي نتمنى تبقى موجوده عند كل العاملين في كل القطاعات والمدربين في الفنيين والقطاعات حتى غير الفنيه في كل انديه مصر انها هترتقي بمستوى الكوره ومستوى النشاط طيب اخيرا كابتن كابتن احمد المنشاوي سؤال اخير هل يعني حسب الكلام اللي سامعينه منك ومن كابتن عبد الجليل هنشوف عناصر مميزه بتطلع الفتره الجايه للدوري المصري من خلال بوابه مصر المقاصه وبتمدوا بيها الفريق الاول لمصر المقاصه هل بتعد بان قطاع الناشئين وسياسات العمل فيه هتقدم لنا عناصر مميزه جدا ان شاء الله؟ هو ان شاء الله طبعا القطاع يعني انشئ من 9 سنوات بالظبط بدانا نشتغل يبقى فيه اهتمام اكثر من 4 سنين انا من خلال برنامج بتقدم بالسوق اللي هو محمد عبد السلام واسمه احمد مجدي مشرف على الكوره عندنا اكثر من لاعب كويس في القطاع ان شاء الله نبدا نحصد اللي احنا اشتغلناه وتعبنا فيه السنين اللي فاتت دي في كل فريق عندنا اكثر من 2-3 كويسين جدا بس تتاح لهم الفرصه ان هم يتشافوا فوق هيبقوا حاجه كويسه ويبقى في تفريغ للفريق الاول وان شاء الله ده بمجهود الكابتن عبد الجليل ومجهود المدربين عندنا ومجهود المنظومه كلها لان احنا عندنا الحمد لله عاملين يعني في انقاذ ذات للشغل ما فيش فرق بين المدرب والتاني و
وقصة علاقة طبيعية وكلنا واحد والمنظومة ماشية كويس بفضل الله. وإن شاء الله الفترات اللي جاية بقى في أكثر من لاعب إن شاء الله بإذن الله مع الفريق. بإذن الله موفقين في مهمتكم. بشكرك جدا المشاركة معنا كابتن أحمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين في نادي مصر. توفيق يا كابتن المنشاوي النهاردة إن شاء الله نرجع كسبانين إن شاء الله. واضح انه قفل خلاص بس اكيد سمعك من خلال متابعته للبرنامج على شاشه قناه الاهلي يا كابتن عبد الجليل. طيب في الماتش قيل انه اقعد وممكن يكون كان بيتابع يعني ممكن يكون في الملعب في مكان متاح فيه شاشه. هتكلم بس عن امر ثاني كان قيل في وقت الاعاده او كان في انتقادات لان بعض الانديه كانت بتغالي او ما بتسهلش مهمه التعاقد مع اي لاعب من صفوفها لينتقل للنادي الاهلي، كانت بتصعب المهمه على النادي الاهلي وقيل في وقت من الاوقات ان ده مصر المقاصه واحد من الانديه دي. كابتن عبد الجليل اهلاوي جدا ويعشق جداً. النادي الاهلي وابن من ابناء النادي الاهلي ومسؤول في قطاع الناشئين في مصر المقاصه، لو اتيحت الفرصه وشفت لعيب هيبقى اضافه للاهلي والاهلي ابدى رغبته فيه، ونادي مصر المقاصه عنده شروطه وعنده طريقته في التعاقد، هتتعامل مع الموقف ده وتحل الازمه دي ازاي لو نفسك تشوف اللعيب ده شايف انه ممكن يبقى امتداد للنجم عبد الجليل في الاهلي، هتعمل ايه؟ هي حصلت بالفعل ان صبر رحيل انا صعدته من 12 سنه مثلا اول ما مسكت الفرقه كانت اسمها هويدي او سيراميكا الفراعنه قبل المقصه كان في الناشئين وصعدته لقيته بكليفت ممتاز وتاني سنه اول سنه دي كان في اخرها لعبت النادي الاهلي ماتش ودي كان فايتسا في افريقيا كان بيدير الماتش على ما يهوب وكان هادي خشب موجود ساعتها و فكلموني على باك ليفت تاني يعني اسمه حموكشه فقال لي حموكشه ده عنده كام سنه؟ قلت له لا 34 سنه قلت له انا عايزك تبص على اللي هينزل الشوط الثاني اللي اسمه صبر رحيل. فدارت الايام بعدها مثلا بحوالي 20 يوم فوجئت التليفون الصبح هادي خشب بيقول لي عبد الجليل ده الزمالك بيخلص في صبر رحيل. قلت له ما انا عرضت عليكم قبل كده وهم ما قبدوش رغبتهم في الوقت ده قال لي ده هم بيمضوا دلوقتي. قلت له انا عايز اقوله وانا رئيس النادي يعني هقفل فهو حس ان هو انا عارف ان هو انا نفسي انديه الاهلي يعني لما تشوف لاعب مميز في مصر المقصه والنادي عنده رغبه في بيعه او انتقاله او الاستفاده منه ماليا واستثماريا تبقى نفسك يروح الاهلي ولو قدرت تسهل المهمه دي هتكون في اوقات لو يعني النهارده انا عندي كان هداف الدوري في 97 ابو جوده ده راح الاسماعيلي اعاره دي حاجه كويسه ليه؟ يلعب سنه اعاره مش مهم اخد بطوله 20 سنه بس يروح يلعب يتاقلم يرجع لنا تاني بقى يخش الفريق الاول يبقى لاعب دوري ممتاز ان شاء الله باذن الله. كذلك كذا لعيب برضو في اتنين راحوا حرس الحدود بس ما حصلش تاقلم هناك وكده رجعنا واحد ولسه التاني بنحاول معاه. بصراحه انا يعني السنه دي عامل رديف كويس يعني فرقه الرديف دي هي ماسكها علي عاشور احنا بقى لنا 3 سنين فرقه ال 20 سنه دي في المربع الذهبي اول سنه خدنا تاني جمهوريه ثالث سنه خدنا رابع السنه اللي فاتت خدنا خامس فالشركه فكرت عايزين نجيب طالما احنا بنوصل وبنبقى متصدرين للاول وبيحصل اخر 5-6 ماتشات دروب ده مش تقليل مدربين الفيوم ان هم كل المدربين اللي ماسكينها من الفيوم ان هي وصل المربع كل يبقى سنه المشكله فين لما بيحصل مشكله في اخر كام اسبوع او اخر كلنا بنكتمل فيها كلنا مش مدير فني ولا مدرب ولا 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 ف قلنا نجدد نبقى بالذات لعيب 20 سنه ده لو لعيب هو عنده 18 سنه لو ما لعبش فريق اول بيجي له احباط بيه بعد كده ويجي له احباط فانا الثلاث سنين اللي فاتوا استعملت كل المسكنات مع فريق 20 سنه ليه؟ نفسهم يطلعوا يتمرنوا، إيهاب طلع جلال، إيهاب طلع ناس كتيرة. أنا بس بعذر الكابتن طلعت السنة اللي فاتت لأن كان موقف صعب ما كانش ينفع يطلع حد. السنة دي طلع ضبش لعيب في نص الملعب كويس، حتى امبارح نزلهولي لعب معايا أول امبارح مع المقاولين وكسبنا 1-0 الحمد لله. في مساعدة حلوة ونزل لي حمادة يحيى كان بيلعب معاهم، ففي مساعدة حلوة بس أنا متهيألي النتائج برضو فوق لسه ولسه الكابتن طلعت لسه برضو يعني عارف برضو لسه ما وقفش على محتاج وقت أكتر بالظبط كده. طب خلينا في الوقت المتبقي لو اتسع المجال نرجع نكمل كلامنا عن تجربتك مع مصر المقاصة أكيد هنرجع لكن في أمور مهمة جدا كمان عايزين نسمع رأيك فيها. أسئلة هنسمع إجاباتك عنها سريعا كابتن عبد الجليل. مشوار الأهلي في الدوري العام هذا الموسم مستوى المنافسة ومستوى أداء فريق الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف معقول
انت مش عايز كلمه واحده؟ لا مش لدرجه كلمه واحده. يعني اجابات سريعه بس قول لنا لو عايز تقول رايك اكتر. بص كالدرون مدرب كويس جدا. عنده خبره في افريقيا. لما جه وادي دجله هنا ما بانش امكانياته لان القماشه اللي في دجله غير القماشه اللي في النادي الاهلي. شايف ان الاهلي بدا يبين امكانياته كمدير فني اكتر؟ لسه شويه لان هو لسه برضو لسه سادس ماتش لسه بيتفرج لسه بيشوف لسه بيشوف ده احسن ولا ده احسن. المدرب ما يتحكمش عليه غير بعد الدور الاول بعد نص الموسم طبعا عشان يكون خد فكره كامله وكل اللعيبه الاحمال اللي بيعملها اذا كان جايب مخطط احمال او هو بيعمل الاحمال التكتيك بتاعه اللعيب ينفذه ولا لا. في زياده في اللعيبه بتلاقيهم بيزيدوا ولا بيقلوا كل ده الكوتش هو اللي بيشوف الحاجات دي. اللعيب ما بيشوفش نفسه الكوتش لما بيشوف الحاجات دي مش عيب. وده كالدرون ان هو اللي خليه يدفع الشرط الجزائي هناك في امريكا انا بقول له ما تحاولش تبقى مانيو جوزيه خليك كالدرون مش مهم تكسب بطوله ابن فريق. انت عارف النادي الاهلي احنا بنجدد عرض بتتمنى ان كارترون يدفع بعناصر جديده وشباب ويجدد طبعًا في صفوف نكسب نجوم جداد في طبعا الفريق. احسن انا عندي ناصر ماهر كل الاحترام لاحمد فتحي وانا احمد فتحي لما بيلعبش انا بحط ايدي على قلبي برغم ان انا نفسي جدا في الملعب جدا برغم ان انا نفسي محمد هاني يلعب يعني انا يعني برضو انت دلوقتي في صراع دايما بين الجيل اللي طالع والاعمار الاقل مع النجوم الكبار فده ترفع له كوبا احمد ان هو مش مستسلم احمد فتحي بيقاوم وبيرجع يعني احنا لما طلعنا ناشئين كانوا فوقينا كبار استسلموا طلعنا عليهم احمد فتحي مش مستسلم بيطلع اسماء كتير تنافس معاه يعني محمد هاني وباسم حاجه تحفه يعني الاثنين بصراحة لو راحوا أي نادي كسر. طب في المجمل راضي عن أداء الجهاز الفني ومستر كارترون حتى الآن حتى لو قلت كابتن عبد الجنيد وما خدش وقته لا يعني بنسبة والله 70% في أول الدوري مش وحش. طب ومستوى خسر ماتش الدوري ده أقوى وأصعب من الدوري اللي فات؟ هيبقى أقوى أصعب. بالفرق اللي نازلة والفرق اللي موجودة والإمكانيات اللي عندها والإمكانيات اللي عند الأندية واللعيبة اللي في الأندية كمية المدربين المحترمين. تتوقع شكل المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الدوري يكون إيه؟ مين الثلاث أسماء اللي تنافس على لقب الدوري هذا الموسم؟ دائما أبدا الحمد لله بنحط النادي الأهلي في المقدمة في التوقع. لا ده يعني هو إن شاء الله بإذن الله ده أمر طبيعي يعني بإذن الله. أنا مش عايز أقول أتمنى إن هو يبقى زي السنة اللي فاتت ياخدوا 13 بونت لا إحنا عايزين نستمتع يعني عايز دوري فيه اثاره يعني بنبقى مبسوطين. طب لو قلت الاهلي واسمين كمان ينافسوا على الدوري الموسم ده يبقوا مين؟ لا الاهلي والزمالك دخل بقوه المصري بقوه جدا. بيراميدز انا كنت شاكك في الاول ان هي ممكن بس فاجئتني ان هي لا في حاجه يعني انا طلعت في برنامج قلت لا لو خدوا 10 يبقى كويس ما ان هم يكونوا بالشكل ده لقيتهم ماشيين بشكل كويس. ليه المحترفين لما جم اول ماتشين افتكروا ان اللعيبه المصريه دول ما بيعرفوش يلعبوا فكانوا بيلعبوا على الوقت. اتفرج على كابو ده ولا كابو دوت بيعمل حاجات زي رونالدينو كده دلوقتي لما عرف اللعيب اللي قدامه المصري ده انه زكي. لازم يبذل مجهود كبير عشان يتفوق على شفت الجون اللي جاب بوز رجله دوت وكل ماتش بيجيب لا عارف ان الدوري المصري مش سهل مش زي الدوريات اللي لعب فيها. طيب يبقى حطيت الترتيب حسب توقعاتك لشكل المنافسه هذا الموسم الاهلي الزمالك المصري بيراميدز دي لا انا ما حطيتش بيراميدز لا بيراميدز ممكن توصل سادس او سابع لان هيحصل فيها مشاكل. ليه؟ اولا بعد ثلاث ماتشات مشي المدير الفني وجاب مدير فني ثاني. ليه؟ عشان الراجل اعترض وانا احترمت المدير الفني ده ان هو ما حدش دخل في شغل احترم المدربين اللي جايه مش عايز تاكل عيش بس. تاني حاجه كتر الفلوس يمكن في النادي الاهلي انت قرش هتاخد قرش لو انت كابتن الكباتن هتاخد زيك يعني في حاجات بسيطه انما مش فروقات عاليه قوي. هتلاقي من ساعات لعيب مثلا بياخد كذا هتلاقي في حاجات ممكن من تحت الترابيزه عاليه قوي لعيب هيعرف هيتقمص هيزعل الحاجات لو في فوارق او تفرقه ماليه كبيره بين لاعب ولاعب الحاجات دي ممكن بتؤثر نفسيا. اتمنى ان اللي موجود معاه طبعا كلهم من النادي الاهلي وعارفين يعني ايه النادي الاهلي وعارفين القيم بتاعت النادي الاهلي
فمتهيألي هيمشي على المنوال دوت وهيتفادوا متهيألي. يعني شايف النادي الاهلي دائما ابدا بيتفوق بالشكل المؤسسي في ادارته. اه طبعا في الشكل اللي فيه تنظيم. انا اتمنى ودايما اقولها للقطاع عندنا اسمعوا بعد 4-5 سنين هيقولوا في يوم من الايام في الداخليه ده كان لعيب ناشئ مقص زي ما احنا كنا بنسمع دلوقتي كتير فلان فلاني كان ناشئ في النادي الاهلي مثلا بيلعب في فلان كان بيلعب في نادي الزمالك في انبي في المقاولين. فدلوقتي الحمد لله انا بتكلم عن الناشئين مش اللي هم اتنقلوا من الفريق الاول المقصه راحت لعيبه كتيره قوي انديه لا بتكلم عن الناشئين. قلت له منتظروا 4-5 سنين لان احنا فعلا عاملين بنيه كويسه وعندنا لعيبه كويسه حتى لو ما لعبوش في المقصه هيلعبوا في انديه ثانيه وهيتقال برضو ده كان ناشئ مقصه. دي مدرسه الكوره اللي طالعه من مصر المقصه او من قطاع الناشئين وده حلم من الحلم اللي انا بحلم فيه. يا كابتن عبد الجليل احنا فين البطوله الافريقيه شكل الاهلي في المنافسه هذا الموسم وتحسين وضعنا في المجموعه وتصدر المجموعه واستمرارنا في مشوار السباق لان الناس بتحلم بالعوده والحصول على اللقب والمشاركه. بص انا اكلمك بصراحه النادي الاهلي ابتدى بدايه وحشه مش حلوه زائد ان الفرق اللي لعبته برضو الحمد لله كانت قليله يعني هنتكلم صح يعني وساعدته اكتر ان بياخد اول وتاني يعني ثلاث عوامل الحمد لله ساعدتنا ان احنا ايه عدينا حاليا بقى حريه كوناكري فرقه تقيله مش وحشه ومعلش يمكن اكبر منك شويه حضرت حريه كوناكري دي زمان من فرق افريقيا كانت زي كوتوكو كده زمان بس حصل لها دروب ف بس ابتدت تبني نفسها تاني ان هي تطلع سان داونز الجنوب افريقي لا يبقى فرقه مش والماتش اللي فات انا شفت الشوط الاول الاهلي ماسك وليه اسم الاهلي خض هم كانوا نازلين مخضوضين جدا من طبعا من خبرات النادي الاهلي. الشوط الثاني مش حكايه الاهلي انا سمعت ناس كتير قالوا ده بدنيا وقع لا مش وقع الرهبه راحت من فريق فهم بداوا يلعبوا ابتدوا يلعبوا يعني اللي هم اللي هو مستواهم اللي كانوا خايفين يقدموه عشان اسم الاهلي عشان اسم النادي الاهلي. طيب يعني هل بتطلب من الجهاز الفني واللاعبين اعلى درجات الاداء والتركيز وبذل الجهد في المباراه اللي جايه شايف ان المنافس قوي ده لازم حتى لو ضعيف وحتى المدافع ضعيف ده لازم تقصى اقصى حاجه لان حتى لو ضعيف وانت ما عملتش حاجه احنا بناخد بالاسباب. لكن حتى في الحسابات الفنيه كابتن عبد الجليل شايفه اعلى من الفرق اللي لعبت الاهلي في الفتره الاخيره. لا حريه كوناكري من اعلى الفرق اللي لعبت في الفتره اللي فاتت دي يمكن الترجي شويه بس الترجي برضو عنده دروب يعني لكن بيلعب برضو برصيد كبير جدا من الخبره بالتاريخ وخبرات اللاعبين بس لما يجي لعب النادي الاهلي لا بس لما الترجي يلعب النادي الاهلي لا النادي الاهلي افضل اعلى الترجي مثلا معلش مع احترام الاتحاد السكندري وكده لا الترجي في افريقيا برضو لما اتعادلت مع الاتحاد السكندري وده بشكر الاتحاد السكندري في البطوله العربيه لان رصيد الترجي الافريقي اكبر جدا اكبر افريقيا وعربيا وكل حاجه الاتحاد السكندري بكات عمر ومصلحي لا كويسين لا حاجه تحفه المصري عامل حاله كويسه اتمنى ان شاء الله ماتش العوده وحسام مدرسه الجوهري بالظبط بره الملعب جوه الملعب لا يعني جوه قصد ارضه لا كرته هجوميه اكتر هجوميه من الكابتن جوهري جوه ملعب انما جوه الملعب قصدي خارج الملعب الشخصيه القويه والسيطره لا هو شخصيه قويه جوه الملعب بره الملعب لا بيلعب بره في افريقيا بالظبط زي كابتن جوهري. بتتكلم على بلعب على ملعبي ولا خارج ملعبي؟ على ملعبي لا مش زي كابتن جوهري بيهاجم ما هو ده تطوير بقى المدرب بياخد من كل حاجه كابتن جوهري كان كورته دفاعيه كتير جامده جدا كويسه انت تاخد الكابتن جوهري حاجات دفاعيه بس تاخد من الكابتن حسن شحاته الحاجات الهجوميه ازاي استفيد من كل المدارس التدريبيه اللي اتعاملت معاها. طب سريعا يا كابتن عبد الجليل كنت دائما من اللاعبين اللي مش بس بيلعبوا كره قدم مش بس اسمك نجم من نجوم الفريق الاول في النادي الاهلي لا كنت فعلا من العناصر اللي بتمتع جمهور الكره في مصر بشكل عام مش بس جمهور الاهلي. مين اللاعب من الجيل الحالي في الاهلي او في السنوات الاخيره اللي بيمتع الكابتن عبد الجليل اللي بتتفرج عليه بتستنى وجوده في الملعب وتحب تشوفه؟ بامانه ناصر ماهر. ناصر ماهر انا اصل انا متابعه بقاله 3 سنين معايا في الناشئين وبيلعب ضدي مع الاهلي في ال 20 يعني من سنتين كان 18 سنه وكان راجع من صليبي كان ماسك الفرقه احمد كشري وبنلعب الماتش في النادي الاهلي وبنلعب في دوره الترقي اللي يكسب بقى ياخد تاني اول تالت يعني عارف كان اللعبه بيني وبين الاهلي وانبي
وقالوا لي ناصر ماهر مدير فني قال لي ده لعيب جامد قوي بس راجع من اصابه. قلت له راجع اصابه ايه؟ قال لي صليبي. رحت لعيبتي قلت لهم ده اكل عيشه كله، حتى لو هناخد البطوله ده يلعبوا عليه بالراحه. اللي هشوفه بيخشوا عليه بغشم. مش عايز تجدد له الاصابه دي، ممكن بتبني مش صليبي ده اللعيب بينزل بيبقى مرعوب اصلا. فروحت الكشري ما كنتش اعرف لسه ناصر، فناديت له قلت له ده لناصر الكشري، كشري حبيبي طبعا. فقلت له بص يا ابني العب براحتك ما تخافش، مش لعبت المقصه مش هتخش عليك جامد، مش هيأذوك في الملعب، مش هيأذوك في الملعب، ما تحطش في دماغك ان واحد، لان انا فعلا اللي هشوفه دخل عليك كره غبيه اطلعه بره بجد. والله دي حاجه جميله يا كابتن عبد الرحمن. انا لا بجد والكشري موجود دي وكان حاضر جميله جدا. ويعني كابتن هو ناصر ماهر ده مش مستقبل مصر دلوقتي؟ يعني متفائل، لو كنت واحد من عناصر الجهاز الفني في الاهلي ولك رؤيه في القرار الفني كنت هتشتغل على اللعيب ده عشان يبقى هو بلاي ميكر منتخب مصر في الفتره الجايه؟ طبعا شايف عنده قدرات. طبعا طبعا عنده رؤيه عاليه جدا وعنده امكانيات جدا. كان يعني انا بشبهه بصالح جمعه في نفس طريقه الاداء، بشبهه كوكتيل بيصنع اهداف بيجيب اهداف بياخد حرك كويس، ده كوكتيل كويس مع انه قصير بيطلع بالهيدرز كويس، ده كوكتيل كويس لازم تستفيد بيه بالشكل الافضل، لازم تستفيد يعني. بيه نتمنى ان ده يتحقق في الفتره الجايه، وفي كمان امال كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي على اللاعب النجم الصاعد ناصر ماهر، والجمهور بيستنى منه الكثير بعد المستوى اللي قدمه في تجاربه الاخيره مع الشكر الأهلي. مع الشكر للي لعبوا مكانه قبليه ويكملوا برضه بدون ذكر اسامي طبعًا. اي حد لعب مكانه قديم عمل 10 سنين زي الفل، لكن شايفه ممكن يبقى نجم كبير في الفتره الجايه في الاهلي ومنتخب زي قبلينا كان الكابتن خالد الكابتن مجدي احنا طلعنا بعديهم وهكذا. اتمنى كده ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق في تجربتك مع التدريب سواء في قطاع الناشئين او في مشوارك كمدير فني ان شاء الله في اي فرقه هتتولى العمل معها في اي مرحله عمريه، واكيد حلمك زي ما قلت لنا كابتن عبد الجليل التواجد كمدير فني مع الانديه في الدوري الممتاز ومع المنتخبات. كل التوفيق وان شاء الله تبقى مسيرتك التدريبيه على نفس قدر نجوميتك ونجاحك كواحد من افضل اللاعبين في تاريخ مصر. ميرسي جدا يا كابتن، واول لقاء ليك معاك خفيف وعدى. ميرسي جدا يا فندم، ربنا يخليك اسعدتنا بوجودك معانا. بشكر نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن محمد عبد الجليل. دي كانت فقرتنا الاولى نجوم كبار في تاريخ النادي الاهلي ومنهم بالتاكيد نجمنا الكابتن محمد عبد الجليل. ابقوا معنا فقراتنا مستمره في الاهلي ليله بعد الفاصل. الزميل العزيز الكابتن خالد العوضي مع الكابتن عاصم حماد رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي، تابعونا. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. بس تواصل الحلقة مع في فقرتنا النهاردة من برنامج الأهلي الليلة بعد ما كان معنا الحديث مع الصديق العزيز الأستاذ محمد الجندي، وكان معاه كابتن محمد عبد الجليل، والكلام عن كرة القدم والحديث عن الذكريات والحديث عن كل ما يخص كرة القدم في النادي الأهلي. بتواصل فقرتنا ونكمل فقرتنا النهاردة في فقرة الألعاب الأخرى بوجود مدير فني قدير، مدير فني حقق بطولات كثيرة للنادي الأهلي، مدير فني محقق 8 بطولات أفريقية منهم واحدة وهو لاعب، واحدة وهو مدرب عام، و6 بطولات أفريقية أخرى، 8 دوري، حصيلة كبيرة جدا 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 في جعبة الكابتن عاصم حماد المدير الفني ورئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي. نرحب بك كابتن عاصم، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، اهلا بيك وسعيد ان انا موجود طبعا في بيتنا قناه الاهلي ومع حضرتك بالذات، انت اخ عزيز ويعني بشار لك بالبنان في لعبه كره اليد يعني، فاهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عاصم، ويعني سعيد انا جدا النهارده حضرتك معايا، لعب تحت ايدك اكتر من 18 سنين تقريبا صح؟ وحققنا بطولات كتيره مع بعض، بس النهارده هنشوف بقى كابتن عاصم حماد ومسيره تاريخ كبير في كره اليد. كابتن عاصم حماد مش هنبدا من شريط الذكريات، لكن هنبدا من البطولات الافريقيه اللي هي كان ليها الباع الاكبر في تاريخ كابتن عاصم حماد، وتقول ايه عن البطولات الافريقيه اللي عملتها؟ عملت واحده كلاعب، واحده كمدرب،
واحدة مدرب عام عفوا وست بطولات أفريقية، إنجاز كبير يا كابتن عاصم. بص الحمد لله على كل شيء، إنما طبعا أيام البطولة الأفريقية وإحنا لاعب دي كانت أول لاعب ليا وأنا في النادي الأهلي مع الدرجة الأولى، كانت أيام كابتن مسعد عباس وكان معاه في خواجة تاني كان اسمه خواجة بولندي كده كان اسمه إدوار. آه طبعا. دي كانت أول بطولة أفريقية للنادي الأهلي تقريبا يعني. ساعتها كان فيه طبعا فيها لعيبة إن شاء الله هم البنان يعني جيل الذهبي برضو يعتبر للنادي الأهلي، وكلهم أصلا فيهم مدربين عظام زي كابتن الألفي كابتن عماطي كابتن عمر عطية مدربتي كابتن سمير الجزار يعني أسامي كتير. وحقيقة كانت أسامي بسم الله ما شاء الله يعني ليها رصيد قد كده في النادي الأهلي يعني. جينا بعد كده خدت مدرب وأنا شغال مدرب عام مع كابتن جمال شمس الله يرحمه رحمة الله عليه. رحمة الله عليه طبعا برضو عصر كابتن جمال وإحنا وأنا معاه مدرب أو كان برضو من البطولات قد كده خدنا بطولة أفريقية دي كانت في تونس، وكان معايا في نفس الوقت وأنا شغال مع كابتن جمال كابتن طارق محروس وكده. وعلى ذكر كابتن طارق محروس احب ان انا يعني ابارك له على بطولة افريقيا للشباب اللي هو لسه واخدها وبارك الاتحاد المصري عليها بمشيئه الرحمن يعني. وبعد كده دخلنا احنا خدنا البطولات دي. الحقيقه ست بطولات افريقيه دول يعني زي ما بيقولوا ايه نشأة جديده للنادي الاهلي ملك البطولات انه يخش يبقى بطل افريقيا وينافس افريقيا تماما ويبقى عنصر اساسي في افريقيا وكده. كان بقى لنا فتره طويله اول ما خدنا اول سنه خدنا فيها خدنا افريقيا ابطال دوري افريقيا ابطال كاس. كان بقى لنا حوالي اكتر من 20 سنه ما خدناش بطولات افريقيه برغم اشتراكنا فيها وكده، وبالتالي ده فتح المجال ان للقب والانديه اللي زي الاهلي كده يعني اول ما تفتح لها بس فتحه صغيره كده تروح تبص تلاقي اللقب ده هو ماسك فيه ده مفيش يعني. والحمد لله كان فتحه خير يعني. كابتن عاصم تاريخ كبير 25 سنه خدمه في مجال التدريب، حضرتك عاشرت ولاعب وحاجات كتير، عاشرت جيلنا وعاشرت اجيال اخرى، عايز اعرف حضرتك التطور بين الاجيال او الاجيال اللي كان يعني ايه ما يميز جيل سامع عبد الوارث جوهر نبيل اشرف عواض، الجيل اللي يميزه كريم السعيد محمد ابراهيم، الجيل الحالي اللي موجود عندنا، ايه الفرق بين الاجيال دي؟ بس الفرق بين الاجيال الفرص. تمام. اجيال جوهر وجيلك وجيل كده كان جيل عظيم جدا حقق لمصر في كره اليد اكتر يمكن على مستوى المنتخبات اكتر من مستوى الانديه، ويمكن ما سمعناش عن كرة اليد الحديثة وأيام، وكمان نشأ مدربين على اسم كبير زي كابتن جمال شمس الله يرحمه، كابتن عاصم السعداني، كابتن كريم مراد، كابتن محمد ألفي، دي أسامي كلها نشأت في مجال التدريب في العصر ده وفي عصر اللعيبة وكده، وجبت رابع عالم في اللعبه الاعلى حاجه انت جبتها على كمنتخب مصر. كمنتخب مصر مظبوط، انما ما كانش فيه الفرص قوي في افريقيا او مشاركه في افريقيا، ما كانش فيه اهتمامات قوي، ما كانش فيه تركيز قوي ان احنا ازاي نجيب افريقيا عن طريق بطولات الانديه سواء ابطال كؤوس او ابطال افريقيا. كمان كانت البطولات الافريقيه ما كانش بتنظم بالطريقه دي دلوقتي انها تبقى منظمه وان يبقى فيه بطوله ابطال دوري يبقى فيه بطوله ابطال كاس وكان فيه سوبر، ما كانش فيه الاهتمام ببطوله افريقيا الكلام ده حتى من حيث تنظيم الاتحاد الافريقي نفسه يعني. مع تجديد الكلام ده والبطولات اللي هيبقى ليها تقلها في البطولات الافريقيه وكده بدا يخش اصلا النادي الاهلي وكده، الكلام ده كان تقريبا من المده اللي فاتت العشر سنين اللي فاتوا وكده يعني. وبالتالي هو ده اللي انشا الكلام ده، الفرق بين الجيل ده والجيل ده. الجيل ده لقى نفسه انه بيلعب بطولات افريقيه في افريقيا ابطال دوري وافريقيا ابطال كاس وما بينهم سوبر، وافريقيا ابطال كاس بتاخدها عشان تحجز مكان في السوبر اللي هو بتاع السنه الجايه، وبالتالي الاثنين ليهم بقى اهميه قصوى، وابطال دوري عشان تبقى شريك في السوبر. فبالتالي ده ما كانش متواجد يعني، والا كان النادي الاهلي في الجيل ده كان دخل اصلا ونافس وطبعا كان اضمن، انما كان العكس بقى، كان ياميكو بطولات العربيه كانت اكتر. تمام، لانها كانت بتتعمل في وقت مناسب اصلا ما كانش، فبالتالي كنت بنشارك فيها كتير وكنا بنستحوذ عليها اكتر. طب الجيل الحالي واستعداداتنا، نروح بقى للجيل الحالي وهو جيل اهم بالنسبه لتاريخ النادي في الوقت الحالي، قول لنا استعداداتنا ايه للموسم الجديد؟ والله استعدادات الموسم الجديد احنا كان يعني مجلس اداره النادي اعطانا فرصه ان كان جات لنا دعوه من نادي الشارع الاماراتي ان احنا نشارك في بطوله وديه، هي دايما كان بيبقى عادها في نص السنه بس هم لاحتياجهم وعدم ان هم مش عارفين ياخدوا يعني اجازات للاعيبتهم وكده، فبالتالي عملوا نظموا بطوله عندهم، كانت في اول مره ينظموا بطوله في اخر شهر 8 طبعا.
شاركنا فيها تبقى استعداد لنا كويس للدوري والافريقيا بمشيئة الرحمن. بعد كده ان شاء الله هنخش ماتشات الدوري اللي هي جايه لنا، ثلاث ماتشات هنلعبهم بمشيئة الرحمن حسب نظام الدوري، وبعد كده هنحاول ان شاء الله نسافر قبل افريقيا بحوالي 4 أيام او حاجه، نعمل معسكر كده صغير زي ما متعودين دايما في طريقنا طيران، غالبا هتبقى في المغرب لو احنا خدنا طيران المغرب ان شاء الله، تبقى في المغرب ونطلع بيها ان شاء الله على ابيجان بطوله افريقيا ان شاء الله. عندي سؤال، وانت قلت لي اسال زي ما انت عايز قبل الحلقه، ما قلقتش لما خسرت من شرق الاماراتي؟ كانت اول مره في يعني نخسر بالشكل ده من فريق عربي على طول على الارض، ما قلقتش على الفرقه؟ بص انا ممكن كنت قلق من الكلام ده لو انا في وقت تاني غير الموسم، في اول وقت الموسم تمام. الوقت الاولاني من الموسم ده لازم ما قلقش، لان دي ماتشات وديه، لو ما كانش بيتذاع في التلفزيون او لو ما كنتش سافرت ما كانش حاسس مين كسب مين كسب. تمام تمام عادي يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما تنساش ان انا عندي لعيبه، كان 8 لعيبه موجودين في منتخب مصر بقى لهم 6 أسابيع مع مدرب جديد بيتمرنوا، ما اعرفش عنهم حاجه، جم قبل العيد بيومين، وبالتالي كان لازم ما اقدرش اضغط على لعيبتي زياده، لان لو تعرضت لاصابات في بدايه الموسم انا اللي هشيلها اصلا على بطوله افريقيا او الدوري. ماتش الشرق ليها ظروفه كده، ممكن شرق عشان كان بيلعب عنده فورمه كويسه في ماتشاته كده، انما انا كان قدامي لسه فتره على بدايه الدوري، مش المفروض ابقى فورمه عاليه اصلا اعلى فورمه العب بيها عشان ادخل على الدوري بعد كده وادخل على افريقيا. هو ده اللي يمكن الحاجه الوحيده اللي خلتني ما اضغطش على لعيبتي في حاجه زي دي وكده، مش معناها ان انا مش متضايق من الكلام ده وكده، انما دايما الماتشات الاولانيه الوديه اللي هي قبل بدايه الموسم ما بيبقاش فيها ستريس على اللعيب في كذا او في نيه وكذا، لان هي ماتشات وديه يعني، لولا انها اتذاعت في التلفزيون وكانت بقى بره لو انت ما كانش حد حاسس اصلا مين كسب يعني كسر. يعني راي حضرتك ان انت ما عندكش مشكله، دي فعلا دي حقيقه، دي فترات اعداد لازم نقول للناس ان دي فتره اعداد ما فيهاش ادنى مشكله ان فرقه تخسر، لكن اهم حاجه تحط ايدك على عناصر اللي حاجه هتلعب بيها في اهم حاجه ان لعيبتي تخش هو فورمه المباريات عشان ابقى جاهز اصلا كده، دي اهم حاجه طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عندك مثلا لعيبه مصابه ما اقدرش لسه راجع من اصابه ما اقدرش ادخلها مره واحده، في لعيبه كانت مصابه ما اقدرش احمل عليها مره واحده اثناء المباراه دي لمجرد هذا الغرض وانسى ان انا داخل على موسم فيه 3 ماتشات وبعديها بطوله افريقيا. يعني التارجت عند كابتن عاصم حماد في المرحله اللي جايه هي بطوله افريقيا، بنستعد للبطوله الافريقيه عن طريق الدوري المصري من خلال الماتشات الدوري اللي هي مهمه بالنسبه لي طبعا عشان تجميع نقط عشان خاطر ناخد الاربعه اللي من المجموعه يعني. بالتالي ده التارجت بتاعي من خلاله ابقى جاهز ان شاء الله على بطوله افريقيا. قول لي الدوري المصري هيشتغل ازاي؟ يعني هنبدا ازاي بس نعرف الجماهير الاهلي الدوري هيكون شغال الوضع بتاعه شكله ازاي؟ هو الدوري المصري السنه دي الحقيقه الاتحاد خد اختيار جديد شويه، حب يدي الفرصه لفرق ثانيه اكتر انها تحتك وكده وبتاع، فزود بعد ما كان بيبقى 12 نادي بس خلاهم 18 نادي، ال 18 نادي وزعهم على اساس مجموعتين تمام، وقال ان المجموعه تلعب دوري من دور واحد جوه المجموعه، اول 4 فرق من كل مجموعه تخش مع بعض تكون 8 فرق تمام. يبقى الدوري بقى اللي هو رايح جاي اللي هو رايح جاي ده هو 8 فرق هو تحديد بطل الدوري. ده دوري المحترفين، ده دوري هو كله دوري محترفين، انما هو خلى مرحله تبقى 8 أندية بس عشان يبقى منافسات اكتر والمستوى اعلى وكده، مستوى قريب ويبقى المستوى قريب وكده. طبعا الحقيقه عندك كنت بتكلم حتى مع رئيس حد كان باشمهندس هشام كان راجع معايا وكده، قلت له طب ما الانديه الثانيه اللي لعبت دوري من دور واحد ما خدتش يعني فرصه كويسه انها تحتك وتاخد خبراته وكده وبتاع. طبعا الكلام ده عشان الوقت مزنوق طبعا عشان كاس العالم طبعا وسعادات المنتخب وبعدين يرجع ورمضان وكده، فالدنيا يمكن ده التفكير ده يمكن يستتبعه الموسم اللي بعديه بمشيئه الرحمن. انما دي الفكره كلها انها مجموعتين، بياخد الاربعه الاوائل من كل مجموعه بيطلعوا على ما اظن بنقط او كده، لسه هنشوف في الاسس، يبقوا 8 فرق 8 فرق يلعبوا دوري رايح جاي لتحديد بطل الدوري. كابتن عاصم حماد، لما الاتحاد المصري خد قرار ب اولا ان يلعب مباراه واحده في الاسبوع، هو طبعا اكيد وجهه نظر الاتحاد المصري، وكنت بكلم مع حضرتك قلت لي لا الماتشين كانوا احسن بالنسبه للفريق يعني، بس لما قل عدد اعتقد مباراه واحده مناسبه للدوري المصري، رايك ايه؟ والله بص لو بتسالني على رايي الشخصي ده حاجه طبعا لازم احترم اصلا الفكره او ده كده، انما احنا ما يعني دايما الحاجه الجديده ما تنفعش تبقى اقل تبقى اصعب، احنا بقى لنا عمر اصلا محققين كل النتائج اللي فاتت كلها في الهاندبول كمصر يعني او كده، ان احنا تعودنا على لعب مباراتين في الاسبوع احمال المباراتين في الاسبوع، حتى قبل كده ما كان في مدربين اجانب كانوا موجودين كان بياخدوا السبت والحد والاثنين 5 وحدات تدريبيه واحنا برضو نلعب مباراتين في الاسبوع في الاخر يعني. كنا الاول بنختلف مع كده حتى
الدكتور عايزك كرئيس التحكم الاجتماع بينا وكده وبتاع، كنا بنقول الكلام ده وكده ومع كابتن جمال والكلام ده، انما خلاص بقينا قناه عندنا الكلام ده وكده. كويس. فنيجي نعمل الكلام ده السنه دي مره واحده، لما نيجي اصلا ماتش واحد، كنت انا مثلا في احمالي بشتغل على ماتشين بطولات افريقيا للانديه، بنلعب ماتشين ورا بعض، بطولات العالم بتبقى ماتشين ورا بعض، الكلام ده كله بتبقى فرصه لينا ان احنا احملنا تبقى زي ما هي، ما اقعدش اغير او ابتدي اغير تاني عشان اعود لعبتي على الكلام ده. وبالتالي مثلا عندي ماتش واحد في الاسبوع، ابتدي اتعود ان انا احاول العب ماتش ودي اليوم اليوم التاني، مش هيكون في نفس قوه طبعا الماتش الاساسي أكيد. او ان انا احمل اصلا تاني يوم ما اديش اجازه بسبب الكلام ده. انما ممكن ده نظرا ممكن يكون لظروف شايفها الاتحاد مع مدرب جديد اصلا بحاجه معينه، انا ما اقدرش طبعا اقول الكلام ده. انما انا شايف ان الحقيقه ان ماتشين في الاسبوع كان احنا كمصر حقيقه كانت لو انت عارف الكلام ده كويس، كانت مميزه في وسط الدول العربيه كلها ان الدوري بتاعها بيلعبوا ماتشين في الاسبوع وساعات ثلاثه كمان، ده غير زيادة الدورات المجمعه. تونس نفسها المنافس الرئيسي لينا يعني كانت بتحلم تعمل زينا، والسنه اللي فاتت عملوا جزء زينا كده قالونا في حكايه الدوره المجمعه كده، لو ان هو دي حاجه كويسه ان عاود لعيبي على الماتشات دي وكده، فراحوا قالونا كانوا بيحاولوا يعملوا الكلام ده حتى على مستوى الشباب والناشئين بداوا يعملوا الكلام ده عشان يشوفوا شافوا نتيجه الكلام ده. وبالتالي ممكن تكون تجربه يعني نجربها بالظبط، هي تجربه خير يعني. اعتقد هي تجربه يعني تحتاج ان احنا نجربها مع الاتحاد الجديد، فكر جديد وفكر مختلف عن الاتحادات اللي قبل كده، كلهم كل اتحاد بتسلم بعض في الهاندبول بالذات في كده كوميونتي معينه كله بيشتغل ورا بعضيه، لكن هو فكر جديد، اعتقد فكره جديده ممكن ننتظر في ما سيحدث فيه وان شاء الله يكون حاجه كويسه. هو مش هيحدث حاجه يعني مش هيحدث حاجه، هو احنا كنا بنقول احنا مش هنلفظ ممكن يحصل الكلام ده النتيجه لما يعني يظهر بعد كده. ممكن الاتحاد يعدل يبقى يعدل نص الموسم كده نص الموسم كده، يعني هي حاجه مش درجه جامد، انما العادي والطبيعي ان احنا ما بنلاقي حاجه جديده والله نقول يا جماعه ليه كذا طب كذا. احنا مقتنعين ان ممكن المدرب الجديد برده مع احترامي الشديد للمنتخب برده قدامه فتره عايز يعرف المنتخب كويس، عايز يظهر كويس، في الاخر الاتحاد عايز يشتغل على المستوى يعني يرفع مستوى اللعبه يعني. اعتقد كلها منظومه واحده والانديه ماشيه مفيش شك فيها يعني. الاتحاد المصري لازم نقول في البطولات المحليه شايف شكل المنافسه ازاي جوه البطوله المحليه، يعني خلاص هنلعب رايح جاي، هنروح نلعب بعد كده دوري المحترفين، هو الرايح جاي عفوا دوري من دور واحد، بعد كده دوري من دورين، شايف شكل المنافسه الحصر فين بعد كل الفرق ما جددت فرقها بشكل كبير في الفرق في لا ما فيش شك ان المنافسه السنه دي منافسه قويه، كمان اللي هو نظام الدوري ده في النص الثاني منه اللي هو بتاع الثمان فرق طبعا ثمان فرق يعني معناها اقوى ثمان فرق موجوده في مصر بتحتكم مع بعضيها، ما فيش ماتش وماتش يعني في الاول كان 12 فرقه فبيجي لك ماتش اقل شويه تلعبه مع الماتش الثاني اقوى شويه كده، دلوقتي الماتشات كلها ما فيهاش هزار يعني 12 الثمان فرق ثمان فرق هم ثمان فرق اللي هيكونوا الصافي بتاع فرق مصر كلها هي اللي بتلعب الدوري، وبالتالي المباريات كلها هيبقى ليها تقلها وكده يعني. يعني حضرتك بتقول ان الدوري لا يقبل القسمة على اثنين في المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية طبعا الدوري اصلا ما فيش فيه هزار كل ماتش وكل نقطة فيه هيبقى ليها اهميتها، على اخر الموسم هيبقى دوري قوي لانك تكتفيت بثمان فرق اللي هم المفروض ان هم اقوى ثمان فرق موجودة في مصر، ومع الثمان فرق دول طبعا اللي هيتوفروا هيبقى هم دعموا نفسهم بلعيبة كتيرة وكده، تدعمات كتيرة جدا في كرة اليد. كل 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 نادي عايز كل ما يعني يمشي في اللعبه ويطور مستواه، اصلا الرابع عايز يبقى تاني، التاني عايز يبقى اول او ينافس ياخد دوري، فمن حق كل نادي يعمل يدعم نفسه يعني. مدعم نفسه بطريقه كبيره، والنادي الاهلي السنه دي دعم بصفقتين باحمد خيري ويوسف معرف جاي من المهديه التونسي. هكلمك بصراحه الناس شايفه ان تدعيمات الاهلي مش اللي هي تدعيمات اللي هي كانت محتاجها النادي الاهلي، مش احتياج فني، هم عايزين يشوفوا فريق الاهلي فيها واحد واثنين وثلاثه واربعه. عايز حضرتك ترد على الجزئيه دي لان الجزئيه دي كانت محل خلاف كبير مع جماهير النادي. بص انا جماهير النادي ليها حق طبعا ان هي اصلا تبقى مهتميه وكده وبتاع، انما انت بطل بتدعم نفسك تمام. مش بطل وما بتدعمش نفسك طبعا. لازم ابقى عندي الرؤيه دي اصلا وانا بدعم فرقتي، وانا عندي فرقتي الاساسيه اللي هي جايبه يعني مثلا الجيل ده مثلا جايب الاربع سنين اللي انا قاعد معاهم جايب 14 بطوله ما بين الاصل
14 بطولة تقريبا يعني من ما بين 6 في سنة بيقفل فيها البطولات كلها. السنة الثانية مش معقول ان هو يقفل البطولات كلها. انما الجيل ده على مدار 4 سنين شغالين معايا جايبين 14 بطولة تمام، ما بين محلي وما بين افريقيا، منهم 6 افريقيا. وبالتالي انت ما تيجي، انت بتيجي تدعم فريق، ما بتدعمش فريق من تحت او من العدم او عشان خاطر يحقق، انت بتعلم فريق بطل يعني، فريق بطل يعني فريق معاك لعيب مشارك معاك 100%. انما ممكن تدعمه بحيث ان انت شايف عجز معين، مستوى لاعب عندك نزل شويه. برضو انا ده ما بيقلنيش، انه ممكن يقلقني ان لعيب ينزل مستواه موسم، مش معناه ان الموسم الثاني هيبقى نازل مستواه. وبالتالي بقدر الامكان انت بتحاول تدعم، تدعم برضو، مش اروح اجيب لعيب مش عارف قد كده لعبه وتتقلب فرقتي بعد كده ان تبقى فرقه اللعيب الواحد. ما هو برضو انت لازم تاخد بالك ان لما يجي لعيب قد كده زي ما هو طالب معناه ان الكل يخدم على لعيب واحد، مش هيحصل الكلام ده. وبالتالي لازم تجيب الحاجه اللي هي المناسبه اللي هي تخش جواهم فيأدوا بأداء كويس أكتر، يكون نمط تاني غير الأنماط اللعب اللي موجودة عندك، فيضيف للأنماط الموجودة فتلعب أحسن. هو ده يعني. أنا عايز أقولك حاجة أكتر، هجوم هجمناه وأنت كنت شريك معايا فيه أصلا، خدت رأيك ساعتها واستشارتك في أيام ماتش السوبر اللي فات اللي هو مع الزمالك، إن عاصم مش عايز حد وكده وبتاع، مش حد يعرف، وأنا خدت رأيك ساعتها إن على لغاية ومجلس إدارة النادي ما تأخرش لعيب كان جاي لغاية 30,000 يورو على ماتش. صح حصل. لولا ان ظروف الانتقال وظروف الانتقال الدولي وكده وبتاع ما فيش. جربنا على واحد تاني كان هيوصل بعد الاجتماع الفني باربع ساعات، يعني وصل الساعه 1 بالليل. ما حدش يعرف ان احنا انا طلبت ان الماتش يتاخر عشان خاطر كده يعني. فاهم ازاي؟ يعني في حاجات كتيره، في حاجات كتير عايز تقولها، ما حدش يقدر يعني. كابتن عاصم حماد مش قدام الجماهير النادي الاهلي مش باخر على فرقته، بتدور على كل حاجه لفرقتك. هو انا ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. يا اما انا اكون سعيد ان انا حققت كده مع نادي الاهلي، هل تفتكر ان انا اي مدرب في الدنيا مهما كان هو بيحقق بطولات مع ناديه، هل بيكتفي ان يحقق بطولات ويقعد خلاص الحمد لله على كده وما حققش بطولات تانية؟ ده النادي نفسه، النادي نفسه بيطالبني وانا قاعد عشان خاطر بيطالبني ببطولاتي. فهل ممكن واحد قاعد في النادي الاهلي ايا كان المدرب يجي مره النادي الاهلي الا في كل لحظه في كل ثانيه بيدور على بطولته او ان ياخد بطوله؟ ده مبدا اصلا في النادي الاهلي. بيجي يمسك النادي الاهلي، بيجي يمسك النادي الاهلي بيشتغل بهذا المبدا سواء من صغير او كبير. تمام. بيلعب على بطوله فقط لا غير. هي بس كانت نقطه توضيحيه ونقطه خلاف كبيره. كابتن عاصم، ارقام الهاندبول جريت شويه، اسعار العقود اللاعبين ارتفعت شويه. ما اقول لك الكلام ده اقول لك هي اسعار الكره ما ارتفعتش. لا، مفيش شك ان الالعاب الجماعيه كلها بلا استثناء الحقيقه ما كانش واحد فينا وانت لعيبه وانا كنت بياخد 40,000 جنيه يفكر في توم اصلا اللي بيحصل ده خالص يعني. اخر عقد كان 40,000 جنيه. ومن اربع سنين ما كنتش تتصور ان دلوقتي هيحصل الكلام ده. صح. انما هي دي بقت الرياضه الاحترافيه، هي دي عندك، ما كانش حد يتصور ان الاسعار كده. انما بالتالي هي الاحتراف كده يعني، هو الاحتراف قابل، مش هي مش سلعه قابل للعرض والطلب اكيد. العرض والطلب ده هي قابله للكلام ده. ممكن السنه دي تمشي ستيبل عادي اصلا، ومره واحده تلاقيها ارتفعت وفضلت عليها، وممكن تبص تلاقيها كل سنه بتزيد وانت مش قادر توقفها. يعني من وجهه نظرك ان انت فعلا الاسعار بقت طالعه، ده ارتفاع طبيعي او معدلات ارتفاع طبيعيه، لكن هي المنافسه القويه بين الانديه اللي هو ياخد لعيبه هي دي اللي بتطلع سعر اللعيب اكتر. طبعا المنافسه قويه، وان كل نادي بقى طامع ان هو يحقق مركز اكتر، ده حاجه اساسيه. الحاجه الثانيه البيئه المناسبه او البيئه اللي حواليك اصلا بتحلك الكلام ده. يعني انت مع احترامي الشديد، انت بتنافس كمنتخب مصر وكاتحاد عايز تعمل لعبه عاليه وعايز تجيب تسويق عشان تسوق وتكسب من ورا الكلام ده. بالتالي لو انت بتسوق من ورا الكلام ده، ما طبيعي لعيبك اللي انت بتسوق من وراه ده لازم يكون في قدر معين في سوق التسويق كويس قوي، سعر عالي ومناسب وكده مع احتياجات اللعيبه، مع احتياجات الكلام ده، مع البطولات اللي انت بتحاول تحققها وتلعب عليها وكده. فلازم اغراءاتك للعيبه تجيب احسن لعيبه ومهما دفعت فيها عشان خاطر تحقق الكلام ده. وبالتالي هي زي ما يقولوا التسوق او التسويق ما هو سلعه مناسبه اصلا لازم تعملها كويس. اطرافها كتيره قوي، اساس فيها هو اللاعب، هو اللاعب. وبالتالي اللاعب لازم تمنه وفقا للاحتياجات. طب قول لي، احمد خيري ويوسف مهرب دخلوا الفريق خلاص؟ لا طبعا. احمد خيري ويوسف، هو يوسف بس كان في مشكله احنا من الذنب فيها بالنسبه للامارات، ما عرفش ياخد تاشيره تونس حتى. تمام.
عشان تونسي ما عرفش يخش الامارات ما عرفش ياخد يعني تاشيره متاخرت شويه فطبعا كان حاول يجيبوها لنا حقيقه جابوها على اخر يومين ثلاثه فما كانش في معنى ان هو يسافر وكده اتمرن في مصر اتمرن في مصر وكده مع فريق الشباب احمد خليل كان موجود معانا وكان مشارك في المباريات بنسبه 100% وهو لعيب ان شاء الله زيه زي يعني انت بتخش يعني دايما انا بدخل لعيبه عندي اصلا لعيبه مواليد 94 بالذات لان لعيبه مواليد 94 هو جيل كان حقق رابع عالم وكده وخد خبرات كويسه كان اخر جيل تقريبا عمل معسكرات كتيره بره وهو بيستعد لكاس العالم وكده فعندهم خبرات كويسه وفي نفس الوقت سن مناسب يجمع ما بين السن الصغير والخبره وبالتالي احمد كان من هو قائد المنتخب ده وبالتالي يعني لو رحنا لجيل 94 هروح برده هقول لك تفاوت او سؤال برضو الناس بتساله الاعمار السنيه في كره اليد مرتفعه شويه ولا هي اعمار مناسبه بخبرات مختلفه معاك صغير ومعاك كبير بص يا كابتن خالد برضو عشان نوضح برضو بالزبط. عشان خاطر بتوضح كتير النهارده اي فريق في لازم يكون فيه مستوى خبره بالظبط ومستوى تاني اوكي ما ينفعش يخلي مستوى خبره مثلا تبقى عندك مستوى خبره 34 سنه وكده ده في عز اصلا كان زمان 34 سنه ده قاعد في بيتهم بيدور على شغلانه وانتهى الامر على كده حصل دلوقتي الاحتراف والماده بتخليك ان انت كل همك وشغلك كله هو الماده اللي جايه لك اصلا الاحتراف وعشان كده الماده غليت راجل محترف اصلا فبتلعب اصلا لغايه اخر وقت وبالتالي مطلوب ان فريق بطل ما ينفعش ان يبقى بلا خبرات وما ينفعش ان تبقى خبرات وجايب سن صغير قوي جديد يقول تنزل تاخد من الشباب وتعمل كامل الفجوه اللي ما بين الاثنين دي ما تمشيش وانت بتحافظ على البطوله لان ما حدش هيسكت لك هتقول له يا اصل صغير كده وبالتالي انت بتوجد الجيل اللي في النص اللي هو اكثر خبره لو جيل عنده 24 سنه 25 سنه يخش يسند بشويه بشويه كل واحد في ميعاده او في مكانه يعني او في وقته اللي بطل يلاقي واحد اصلا اوكي هو ريدي مكانه عنده خبرات كافيه ان يعوض الكلام ده لان عشان يعني الاول كان بيحصل دروب جامد جدا تبص لها الناس بطلت والنادي بعد عن البطولات شويه فيقول لك اصله يعني بيجدد محدش هيسكت على الكلام ده يعني محدش هيسكت على الكلام ده ان انت عشان بتجدد فيعني ايه بعد عن البطوله سنتين ثلاثه مفيش حاجه اسمها كده الاهلي ما ينفعش فيه محدش هيسكت على الكلام ده ولا الاهلي كده ولا اي نادي اصلا بطل حقيقه هيسكت على الكلام ده وبالتالي انت لازم بتوزن الدنيا في الوقت المناسب بتلاقي تقدر تسال عن كده وكده انا شايف ان يمكن الموقف اللي انا فيه ان في عندي لعيبه ليها خبرات واسمها ولعيبه هنا اللعيبه اللي عندها خبرات واسمها هنا معلش مع احترامي الشديد ما كلها في منتخب مصر بس كلها منتخب مصر يعني معلش يعني ما كنت عندي 8 من منتخب مصر اصلا موجودين اصلا عامد منتخب ده طبيعي عامد منتخب مصر اصلا موجودين فهو ده طبيعي ومنطقي ان هو يحصل كلام في وقت معين تمام هتبص تلاقي الاحلال والتجديد ماشي في وقته المناسب اللي ده بيؤدي وادى اللي عليه خلاص والتاني اكتسب خبره بحيث ان ما يحصلش فيه دروب. طيب بقول لك بقى ايه بما انت فاتح النهارده كده معايا الاسئله واسئله بريحه اخبار محمود عاصم ايه؟ محمود عاصم ده ابنك بتعامله ازاي في معاه كابتن عاصم؟ بص انا دايما ابني بعامله زيه يعني لو هم 16 لاعب فهو رقم 16. دايما بيكون محل خلاف وده اصلا انا عارف ان انت اصلا دايما بتتخانق معايا على الكلام ده حصل ودايما بتقولي الكلام ده دي حقيقه بس ما اشتغلنا اقعد قلت لك انت انا زي ما بقول لك يوم ما امشي من النادي هو ياخد حقه اصلا زي ما كان مع كابتن طارق محروس انا يوم ما مشيت النادي كان مع كابتن طارق محروس هو انا عايز اوضح نقطه ان هو ما لعبش وقت كابتن عاصم حماد هو لعب وقت كابتن طارق محروس مظبوط ده حقيقه ما كانش يعني انت جيت لقيته جوه الفرقه هو كان موجود في درجه اولى وكان معايا اصلا كان شباب ما كانش ما كانش ما كانش درجه اولى وكنت باخد لعيبه من الشباب انا لعيبهم فوق يمكن هو قال واحد كنت باخد اصلا كنت باخد لعيبه ثانيه فوق انا جيت مشيت اصلا يا اما اتسجل في الدرجه الاولى كان طارق محروس كان عليه خلاف كتير في النادي برده والسوشيال ميديا ان حضرتك بيمرن ابنه بس اعتقد دي حاجه عاديه جدا هو انا عايز اسال سؤال قصاد الناس اللي السوشيال ميديا بتتكلم وانا المفروض انا ما اكون 25 سنه في الهاندبول مدرب بس غير ما كنت لعيب كويس المفروض يا اما انا اخلف واربي ابني العبه لعبه ثانيه غير كده خد بالك انت طبعا عندك خلاف راي عندي, عندي حاجات كتير يعني انت مثلا ابنك مش عايز تلعبه هاندبول وانا عارف الكلام ده انما انا واحد من الناس يعني العادي والطبيعي ان هو العب ابني اللعبه اللي انا يعني امرنه والعبه اللعبه اللي انا عشت فيها عمري كله زي كل معظم المدربين اليوم اقول لك كده بصراحه لازم اقولها على هوا وحقيقه يعني انا كنت ليا خلاف معاك على لعب محمود عاصم او عدم لعب وحاسس انت بتيجي عليه دايما دايما وابدا بتيجي على محمود عاصم ليه؟ بص العادي والطبيعي ان انا اجي فيه اجي عليه وانا موجود في المكان اللي انا ماسكه
تمام عشان تبقى الامور ماشيه بما يرضي الله. تمام، وهو يبقى هو بدراعه بيثبت الكلام ده ويعمل الكلام ده، وعنده منافسه قويه في المركز بتاعه مع بكر وكده، لعيب ليه شانه ومنتخب مصر وكده، ويكتسب خبرات من زمايله وكده وبتاع. والله يوم ما اسيب النادي لو هو جدير بالكلام ده هيكمل وكده، انما انا ما يعني زي ما بيقولوا ايه، هو ده اللي يرضيني وابقى انا مستريح وابقى انا عارف ولاعيبتي عارفه الكلام ده. انا كنت ما مشيت من النادي او ما من النادي اقول لهم خدوا بالكم من محمود وانا موجود، هو ياخد باله من نفسه وهم ياخدوا باله منه، انما انا مدرب جاي لفريقتي كلها، يوم ما بيوحش هيقعد، يوم ما هو كويس ويثبت نفسه كنبي. انما زي ما بيقولوا قولي اصعب موقف تعرضت ليه مع محمود عاصم جوه الملعب، وانت اب ومدير فني وتعرضت عليه. هو انا اتعرضت عليه عشان اتلمت عليه يعني، بس حاجه طبيعيه، انا اصلا ما بخشش اللعيبه، انا في جهاز طبي بيخش اللعيبه متعور. اخر مره في بطوله افريقيا بتاعه الكؤوس اللي فاتت دي كان هو حد زقه في القايم وكده في العارضه وكده، دخل في العارضه زيه زي اي لعيب تاني، كنت هروح له بعد ما يطلع من الملعب. انا عارف وشفتك وكنت موجود في الملعب، ازاي جالك قلب تسيبه؟ يعني انت ابوه في الاخر والماتش شغال وابنك طلع على المستشفى. ومع احترامي الشديد، وانا برضو هو انا ممكن ما كنتش موجود في ماتش زي ده، وممكن ما كنتش عايش له اصلا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظ. انا يعني بالمبدا ده، انت ممكن مش قاعد لابنك، انت ممكن ما كنتش عايش له اصلا، او ممكن ما كنتش موجود في المكان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حافظ. زي زمايله كلهم هروح في اي وقت، اصلا اول ما يطلع بره الملعب اللي هو من حقي بقى ان اروح اسال عليه واطمئن عليه، واذا كان اصلا اسيب كده يعني ده العادي الطبيعي. ما انا سبت قبليها على طول، كان في ماتش اصلا سبت البطوله ورحت مع لعيب عندي اتعور عشان اروح المستشفى اطمئن عليه وكده. فعلى حسب الموقف اللي بتعرض له زي ما قلت لك، هم 16 لاعب، فهو ال 16 لاعب اللي موجودين هو رقم 16 هو رقم 16. كابتن عاصم، خلينا نخش على البطولات، واصعب البطولات على كابتن عاصم حماد. اصعب البطولات اللي عدت عليا يعني؟ اصعب البطولات اللي عدت عليا هي بطوله افريقيا ابطال دوري، اول بطوله افريقيا ابطال دوري ياخدها النادي من 25 سنه اللي انا خدتها في الاول كنا في طنجة في المغرب، وانت كنت جيت كده يعني زيارة مبدئية معانا كده يعني، كان وش حلو عليك وشفت كان وش حلو علينا طبعا في الشكل. اصعب بطولة لانها كانت تحدي، كنا قبلها لعبنا بطولة عربية ورحنا خدنا فيها تالت، خسرنا سيمي فاينال وخدنا تالت، وكنت اول مرة امسك انا البطولة، كنت يعني النادي الاهلي كنت جيت من منتخب الاردن وكده، فجيت مسكت على طول، كانت البطولة على طول، خدنا خساره بطوله عربيه، وجيت بقى في النادي اتسالت تحت يا عاصم انت خساره بطوله عربيه هتطلع برضه بطوله افريقيا وكده، كان ردي يعني مع احترامي الشديد كان الباشمهندس هشام سعيد، قلت له يا باشمهندس انت جايبني عشان خاطر ده النادي الاهلي بيلعب في ده كده، ما ينفعش ان انا ما اطلعش يعني. فقال لي بس انت لسه خساره بطوله عربيه هتطلع تاني، انت عارضه الكلام ده؟ قلت له ما فيش مشكله، حتى لو ساعتها انا مشيت انا شايف ان لا، وانا شايف ان انا عامل الكلام ده تمهيد عشان انا ان شاء الله اجيب البطوله دي. طبعا ما كانش مصدق، انا افتكرت ان هو ايه يعني هيخش يرفض البطوله وهيمشيني وكده او تمشي الامور. لقيت هو طالع معايا رئيس بعثه، طلع معاك رئيس بعثه. والبطوله دي كانت صعوبتها في ان طبعا اول مره يعني ايه تونس، ويعني ايه لعب تونس، كان ساعتها لعب تراجي تونسي مرتين والزمالك برده وكده، وكان بطوله ليها شانها وبقالنا كتير وكده. فالحقيقه دي بالنسبه لي كانت اصعب بطوله عدت عليا. هفكرك بمواقف البطوله دي. جوه البطوله دي اتطرد منك اثنين لعيبه في السيمي فاينال، وقعدت قعده كبيره اثنين، وحصل اصابات، كان عندك اربعه اساسيين بره الملعب. ازاي قدرت نرجع بالتاريخ لورا شويه، قدرت تكسب نادي الزمالك وهو كان فول باور فول تيم؟ بص يا خالد، نادي الزمالك برضو المفهوم ده للناس زي ما قلت السوشيال ميديا وكده، في حاجه اسمها النادي هنا فيه انديه منافسه. تمام، نادي الزمالك هو اكبر نادي منافس للاهلي، تمام، فالعادي والطبيعي لازم يستحوذ على البطولات وانا استحوذ على البطولات. ده هي دي قوه المنافسه، لوجيك ده لوجيك قوه المنافسه، مفيش حاجه اسمها حد يشيل كله وحد يشيل كله الا في سنه من السنين، ده حاجه كويسه. تمام، ده يبقى حاجه كويسه يعني، ده يبقى كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. اقول لك منتهى الامانه يعني، اللي بيحط اتكاله على ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. دي نمره واحد. نمره اتنين، يا اما بتكون حاطط واثق ان انت واثق في لعيبتك كلها، وحاطط مهما تعرضت لمواقف
او من الاخر انت معود لعبتك كلها ان ده جنب ده ده جنب ده او اي واحد يلعب جنب حاجه يا اما تنقص ما بقاش في مشكله الا لو انت عامل تشكيله اصلا اساسي ما فيش اللي هو يوم ما ينقص منه حد تبقى المصيبه عارف ايه المشكله في النادي الاهلي مشكلته ان جماهير لا ترضى لا ترضى لا ترضى باي خساره بطوله يعني مثلا في الكوره مستحوذين على كل حاجه تقريبا ما شاء الله هم نفس الكلام عايزين في الهاندبول يستحوذوا في الباسكت يستحوذوا هي القصه كده عند جماهير الاهلي بص دي رغبه محترمه نحترمها ونحطها في راسنا من فوق مفيش شك واحنا عشنا عليها وتربينا عليها وكل حاجه انما مش معنى ان القدره في حاجه يبقى معناها ان الدنيا واقعه او في مشكله او في حاجه انا بقول لك ده اللي حاجه طبيعيه انما ان انا احلم بالكلام ده او كده ما احنا تربينا كلنا في وسط ده ما انت تربيت في الكلام طبعا وهم اتربوا في الكلام ده وكده وبتاع لما المشكله الايام دي بقت الدنيا تقيله شويه بقت تقيله من السوشيال ميديا يا كابتن عاصم ايه ده بتقيله من السوشيال ميديا خالص لان اصلا انا مش على الفيس اصلا ما عندكش سوشيال ميديا خالص لا خالص ولا تحت خالص ومع ان في ناس كتيره من مجموعه هناك بييجوا يقابلوني في النادي وكده يعني زي ولادي بالظبط يعني كانوا معايا كده ساعات ازعل منهم ان يعني بيسمحوا بان يحصل بس ده كمان كتير في الالفاظ يعني بس اعتقد ان هم بنحبهم لان انما لا مش هم اللي بيعملوا هو يعني مسؤولين عن صفحات يعني والكلام انما في الاخر هم زي ولادي يعني انت تفهمهم مثلا ده غلط كده بتاعه انت مشكلتك بس لو سمعت ان في حد بيتجاوز لكن مش مشكله النقد لا يعني يتجاوز برضه النقد ده اوكي التجاوز باللفظ هو اللي مش مناسب وبرضه ليا انا شخصي ما بزعلش حاجه عاديه انا ازعل يا اما يبقى تجاوز باللفظ في حق لعيبتي تمام يعني هو ده اللي انا ازعل منه انا في حق انا حاجه عاديه ما العادي والطبيعي ان انا في موقعي ده ان انا في حد يرغب ما يرغبش في حد هيشتم ما يشتمش دي حاجه احنا عرضه ليها واحنا خلاص يعني خبرات خلتنا ان احنا وكده عادي المشكله ان يبقى باللفظ وكده بتاع لعيبتك وهي كسبانه وهي خسرانه الاثنين واحد يعني فهو ده اللي بيزعلني بس مش اكتر يعني كابتن عاصم حماد البطوله الافريقيه اللي جايه تمثل ليك حاجات مهمه انا عارف شخصيا لكن هل النادي الاهلي هيستعين بحد من الخارج؟ سؤال صعب شويه سؤال سهل هو انا ممكن لا هو هيستعين هيستعين ناوي تمام انما انا اقدر ان انا اتكلم دي خليها بقى انت تبقى تعرف دي حاجه ده حاجه ليك لكن ان شاء الله في استعانه ان شاء الله مشيت الرحمن في استعانه لان زي ما بيقولوا كده ايه يعني من ضمن السياسه يعني البطوله الجايه ان شاء الله بالنسبه لنا بطوله مهمه جدا مع انك طرف في السوبر اللي جاي ايه طرف في السوبر انا كده كده طرف في السوبر بالظبط انا كده كده طرف في السوبر مظبوط انما يا اما تكون ان شاء الله يعني لو ربنا كاتب لك ان شاء الله تكون فيها فانت هتنقي الطرف الثاني اصلا بتاخد تاني ابطال الكاس بتاخد تاني ليبيا ابطال الكاس تاخد ليبيا هو تحدي لينا لحاجات كثيره جدا تحدي لعيبتي لحاجات كثيره برضو من ضمن السوشيال ميديا اتقال عليها وكده اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني يكون عالم بنيتنا اصلا واحنا اللي هنعمله وان شاء الله كل ما ربنا قدرنا عليه وان شاء الله ربنا يوفق كابتن عاصم محمد هو شغال مع الفريق جوه بطولات زي بطوله افريقيا اللي جايه دي بيمنع لعيبه عن السوشيال ميديا بيفصلهم تماما ولا سايب الامور طبيعيه اللي يسمع اللي يسمع واللي يقول يقول واللي يتكلم يتكلم عمري ما خدت اصلا حاجه الكلمه الوحيده انت مالكش الا دراعك تلعب بيه توكلك على ربنا سبحانه وتعالى وانت بتادي ربنا هيدي لك على قد ما انت بتادي كله بيجيبه ربنا سبحانه وتعالى كويس افصلوا بقى عن الكلام ده خالص وكده وبتاع انما ان انا امنع حد او يفصل عمري ما منعت خالص طب قول لي احنا عندنا كام ماتش قبل ما نسافر بطوله افريقيا ثلاث ماتشات ان شاء الله هنلعب مين هنلعب البنك الاهلي يوم الخميس الجاي ان شاء الله مشيت الرحمن وبعدين الاسبوع اللي بعديه باي وبعدين هنلعب نادي الحوار في المنصوره مشيت الرحمن كويس تمام وهنلعب ماتش تاني مع نادي الزهور مع نادي الزهور هل انت شايف ان ثلاث ماتشات كافيين لاستعداد لبطوله افريقيه بتتكلم عن منافسه وطموح قوي جدا تكسب البطوله دي ولا هتاخد ماتشات تانية؟ لا اي الماتش زي ما قلت لك ان انا دايما لما هلعب ماتش في الموسم مش هقدر اكتفي وانا بسعد الافريقيا ولا مثلا اكتفي بماتش واحد طبعا مشيت رحمن وبالتالي هلعب ماتشات تانية وبقيه الفرقه طبعا عايزه تخش في جوه المنظومه يعني عشان هي عشان تلعب تخش جوه الفورمه فبالتالي الفرقه كلها هتبقى عايزه تلعب مشيت رحمن طب كابتن عاصم وانت موجود معانا وانت رئيس جهاز كفايه اعتقد كده عليك اسئله كتير اتقالت النهارده كنت صريح جدا في اسئلتك واجوبتك يعني خلينا نخش على قطاع الناشئين هل النادي الاهلي موجود فيه قطاع ناشئين كابتن عاصم حد بيقول ان هو هيمد الدرجه الاولى في الاوقات اللي جايه بفرق بلعيبه كتير بص يا كابتن خالد اتفضل اولا هنقول اخر سنه السنه اللي فاتت كويس او السنه اللي قبلها كمان انت عندك
اهم حاجه في اي قطاع لعب كره يد الا هم الاشبال الناشئين الشباب. تمام تمام، ده قوام الاساسي، ثلاث مراحل تحت ثلاث مراحل اللي هم تحتيهم. وما تنساش ان احنا في لعب كره اليد نزلنا لتحت قوي، نبتدي من 6 سنين. طبعا العادي والطبيعي حتى على الصفحه الرسميه بتاعت حد دوله تلاقي 11 سنه هو الايه او 10 سنين هي البدايه منافسات. يعني طبعا المنافسات اصلا وكده من كده ده رسمي. تنصح الاتحاد المصري ان هو يبدا منافسات من السن ده؟ ما اقدرش اقول الكلام ده، مش نصيحه يعني، تدي مشوره، لا تدي راي. مش ما اقدرش عشان خاطر الراي. هو العادي والطبيعي ان انا ابتدي بالسن الصغير ده كويس، بس ما وجدش المنافسه للسن الصغير ده نتيجه للالام الكتيره اللي بتحصل من وراه هوقف المدربين وكده وكده بصراحه. لما اثير الموضوع ده بالذات عن ان احنا نطلع للسن ال 11 سنه كويس، كان الراي ان الانديه مش هتهتم بالقطاع لو ما فيهوش منافسه. في انديه كتيره ما بترضاش تدفع لمدربينها فلوس او تدفع مكان غير ما يكون في مركز جوه البطولات. لا انا اقول لك حاجه، انا ما اقولكش ان كل المراحل تبقى كده. يعني مرحله بدايه مثلا، مرحله بدايه مثلا 2010 مرحله بدايه 2010 يعني عنده 8 سنين كويس، تمام. بدايه اول سنه دي يخليها مهرجانات بالنسبه له، لان السن صغير جدا ان هو يخش تحت يتعرض لزي ماتشات ومنافسه واختيارات وكده وبتاع. انما بعد كده لا عادي نخش في منافسه عاديه. اعتقد في البطوله المصغره اللي فاتت كان اتحاد الهاندبول قادر يوقف الموضوع ده شويه، يعني وقف ناس، غرم ناس اولياء امور، وغرم مدربين ان هم ما يزقوش على اللعيبه، ما يعملوش بوش على وستريس على اللعيبه. ممكن معلش يعني اسالك حاجه؟ اتفضل. العيل من بيته، طفل من بيته، هو نايم بالليل وعارف ان عنده ماتش بكره، والده ووالدته هيعملوا معاه ايه؟ وهو هيعمل ايه؟ وهو رايح للماتش هيعمل ايه؟ لا لا، بقول لك 8 سنين وهو جوه. يعني فاهمني ازاي؟ وهو جوه يعمل ايه؟ وهو قاعد قدام المدرب بيقول له هتعمل ايه؟ وهو اثناء المباراه وبيزعق له انت تحت كوره فين؟ حتى من غير زعيق هو اصلا شايف الناس كلها يا اما عماله تسقف يا اما تعمل. كل ده مش مدرب بس، يعني مش حاجه خارج النطاق يعني. عشان كده اقول لك ان اول سنه ليه يبقى العمليه هيحصل الكلام ده، بس يحصل من غير ضغط. يحصل شويه بعد شويه. يحصل بعدها بسنه بقى. يعني يكون يتعود على الشكل العام ده كله، فيبتدي يعني حتى ولي الامر تكون انت مرنته يعني ايه ماتشات بطريقه سلسه يخش على غير ماتشات كده، وبعد كده بتاع فاهمني ازاي؟ فاهم حاجه الناشئين الاشبال والناشئين والشباب. انت الحمد لله تعالى النادي الاهلي واخد اشبال اللي هم مواليد 2002 كويس، سنتين ورا بعض، واخد ناشئين 2000 سنتين ورا بعض ما شاء الله، السنتين اللي فاتوا. الشباب خسران فرق نقطه واحده نتيجه ان كان حصل دروب، في ناس كانت سافرت وكده وبتاع، فحصل دروب. دول مواليد 98 اللي هم 98 بطل افريقيا اللي هم طارق محروس. اللي هم في 7 لعيبه عند حضرتك، في 7 لعيبه منهم بس حد من 2000 كمان يعني كمان يعني 6 لعيبه من 98 في النادي الاهلي. شايف ان احنا ان شاء الله في المرحله الجايه النادي الاهلي عنده ضخ لمرحله الدرجه الاولى في اللعيبه دي كويسه؟ انا شايف ان في دخل درجه اولى، بس لازم الناس تعرف ان اللعيب ده عشان يؤدي مع ده لازم اللي هم السنتين اللي محددهم الاتحاد خلال السنتين دول يبقى لعيب. يعني ايه لعيب درجه اولى؟ يقدر يؤدي بعديها وتاخد منه. انما مش معنى لعيب شباب ان ادخله احطه اساسي مره واحده هو في السنتين دول او بعد ما يطلع من الشباب، لان بيبقى في جاب ما بينه وما بين اللعيبه الثانيه في خبراته والكلام ده. انما وهو معاهم يبتدي يكتسب خبرات الدرجه الاولى. خد بالك ان فرق كبير ما بين الشباب وما بين الدرجه الاولى، تمام. الشباب هيخش على درجه اولى لازم يقعد على الاقل سنتين زي ما محدد الاتحاد، ياخد خبرات الدرجه الاولى، بعديها هتبص ليه ينطلق. هو ده القرب اللي ما يبقاش فيه ضرر لفريق اصلا بيلعب على بطوله. كابتن عاصم حماد مع اولياء الامور. يعني لازم نسالك السؤال ده. اولياء الامور دلوقتي بقى متدخلين تدخل تام جوه الرياضه، كل واحد يتمنى ان ابنه يلعب ويبقى بطل عظيم في كره اليد. قول لي يعني من وجهه نظرك التدخل ده بيكون في المصلحه، في الصالح مش في الصالح، بيدخلوا ازاي؟ احكي لنا. بص انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. اولياء الامر تيجي تساله انت بتلعب ابنك الرياضه ليه؟ ما يعرفش يرد عليك. لا عشان درجات ثانويه عامه. واقصى حاجه ما يرد عليك ثانيه، واقصى حاجه ما يرد عليك يقول لك ايه؟ عشان علمه يعتمد على نفسه. كويس. تقول له مدخله الجيش. اقول له كده مدخله الجيش يعني. تمام. فبتيجي تكلم ولي الامر تقول له هو انت عارف تلعب ابنك ليه الرياضه؟ تلعب ابنك رياضه عشان اول حاجه ومن ضمن الحاجات كده بدون ترتيب يعني تبقى عارف صحابه مين؟ رايح فين؟ جاي منين؟ عامل ايه؟ تمام؟ يا اما سوريا لما يكبر شويه تبقى عارف ان هو هتعطر فيه ازاي وتيجي فين، مش ما تبقاش عارف انت عنه اي حاجه في اي حاجه. نمره اتنين ان انت يا اما يكون بيلعب رياضه بدل ما يضيع 4 ساعات تمرين وهو كبير بقى في ثانويه عامه وكده وبتاع او في جامعه يروح يقعد فيهم على القهوه ولا حاجه، يضيع 4 ساعات يروح التمرين رايح جاي، فانت على الاقل في حاجه يبان فيها.
ثالثا الثانويه العامه اللي انت بتقول عليها ان هو انت بتلعب في النادي الاهلي وبالتالي يبقى مقدر لك ان شاء الله يا رب لو في نص في المية من التفوق ده يضيف لك فده بينقل من جامعه لجامعه فتبقى حاجه كويسه كده. حاجه الاخرانيه ان انت لو ليك نصيب اصلا وكملت سواء في درجه اولى في النادي الاهلي او غيره تخش الدنيا في ناحيه احترافيه خالص فبتعمل الكلام ده. وفي نفس الوقت وانت في مرحله الشباب في مرحله الشباب بيبقى في ماده اصلا مناسبه اصلا او مرتبه مناسبه الشاب بيعتمد على نفسه زي كانه بيشتغل بالظبط. وانت طبعا دي زي الاحتراف عليت ما بقتش زي الاول يعني عشان ساغوا كده يعني طب لا لا مش كده خلاص يعني. طب قول لي فبالتالي ده تبقى حاجه يعني كل ده حاجه كويسه. هو بقى بيسيب ده كله عايز ابنه يلعب حالا عايزه يبقى اساسي عايزه يبقى كذا عايزه يبقى كذا. طبعا مع المعترك اللي احنا فيه وكده وبتاع بقى احنا متهمين ان ده كذا او ده على حساب كذا او كذا في اخطاء تمام وفي ممكن يكون عندنا او عند غيرنا انما مش معناها بالدرجه اللي هو بيتكلم فيها ولي الامر. نصيحه تقولها لاولياء الامور الناس او الاولاد او الشباب او كل الناس اللي مشتركه في جهاز كره القدم تنصحهم تقول لهم ايه؟ اقول لهم طالما املكوا لعبوا رياضه احمدوا ربنا سبحانه وتعالى انه بيلعب رياضه واهتم بيه انه يفضل يلعب رياضه او يلعب في اللعبه دي بايده هو وهو بيلعب ويتفوق هيوصل كده كده. ولو كان زي ما انت بتقول بتشتكي ان المدرب اصلا مش مهتم بيه وهو صغير كده كده يوم ما يوصل للسن الطبيعي للعبه اللي هو 11 سنه 12 سنه اي مدرب هيديله لان هو ده السن الطبيعي لتاكيد المهاره وتاكيد المستوى وتاكيد الكلام ده. هتبص تلاقيه بعد كده خد دوره وكده بتاع زي لعيبه كتيره كان اهاليها كانوا معايا من زمان بيقول لك يعني وبتاع مش عارف ايه دلوقتي لعبتهم اساسيه وبتلعب وكل حاجه. يعني هنقول ان اولياء الامور بلاش ستريس شويه على اللعيبه يعني سيبهم ينطلقوا في مجال هو ستريس على نفسه اكتر تمام يعني انت تلاقي دايما ولي امر وليت الامر عيني منهاره وبتعيط وكده وبتاع ستريس عليها وعلى صحتهم بلا اي معنى يعني انا شايفه ان بلا اي معنى. سؤال مهم جدا لازم اساله لك وكنت لازم اساله لك من الاول خالص بتعمل ايه في بيتك؟ شو موجود 24 ساعه قاعد بره بيتك اهل بيتك اسرتك فين؟ بص انا اتعودت على حياتي ان اليوم الطويل اليوم الطويل حتى من ايام قبل ما انا كنت في وزاره الداخليه طبعا وفي الشرطه يعني في كل الشرطه اصلا خدمتي كلها كنت بنزل 4 الفجر واطلع اوصل لغايه الساعه 6 اخد بعضي اخد حتى اطلع على تمريني بتاع الدرجه الاولى وكده لان انا يعني لله الحمد انا حياتي كلها تدريبيه درجه اولى يمكن سنه واحده بس مسكت الشباب كده استثناء كان ظروف الشغل يعني واكمل يومي فانا متعود على اليوم الطويل وبالتالي زوجتي اتعودت على كده واولادي اتعودوا على كده منا مستحملك على اليوم الطويل والله بتحاول بقى هي دي الوحيده اللي انا ما اقدرش يعني ما اقدرش عليها دي ما اقدرش عليها انما اتعودت على كده للاسف. كابتن عاصم حماد سعيد جدا 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 بالحوار يعني مش قادر اوصف لك شعوري. انا سالتك اسئله ممكن كتير ما كنوش يسألوها مع حضرتك واتطرقنا لموضوعات كتيرة لكن عايز أقول كلام أخير لبعض الناس جماهير النادي الأهلي تقول لهم إيه؟ جماهير النادي الأهلي كلهم أتمنى وبدعي ربي سبحانه وتعالى إن أخليهم أو أكون سبب يعني يكون ربنا مخليني سبب إن شاء الله إن كلهم يبقوا أكثر سعادة وآخر سعادة من فرقة اليد السنة دي إن شاء الله. لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي بقول لهم انا طالب منكم وانا عارف انتوا بتعملوا ايه وحطوا كرك على ربنا سبحانه وتعالى انما انتوا مطلوب منكم اضعاف اللي انتوا قدمتوه السنين اللي فاتت السنه دي بالذات لحاجات كتيره هم عارفينها وانا قايلها لهم وانا عارف انه هيبقوا اداء ودود ان شاء الله. جهازك المساعد؟ جهاز المساعد حقيقه متعب اصلا الجهاز متعب اصلا فانما الحقيقه هم منتهى الاخلاص يعني سواء كابتن عادل او كابتن هاني طبعا مدير الجهاز وكابتن عادل المدرب العام كابتن تامر المدرب الدرجه الاولى دكتور احمد ادري دكتور محمود طبيب الجهاز كابتن شهير المدرب اقول لهم انت هتلعبوا السنه دي كتير بس الناس محتاجه انا زي ما انت قلت كده محتاجه تفرح بفرقه اليد والسنه دي يعني بدعي ربي سبحانه وتعالى ان يكرمنا ان احنا نكون كلنا مع لعيبتي سبب في الكلام ده ان شاء الله. مجلس اداره النادي الاهلي انا بقول له زي ما هو متعود يعني زي ما بدات الموسم كده من ساعه ما جه كده وبتاع ان خليك ورانا ان شاء الله واحنا مش هنقدر مش هنحرجك ابدا ان شاء الله مشيت رحمن واتمنى ان احنا ربنا يقدرني انا وجهازي ولعيبتي
ان نقدم اللي ليه او اللي موجود فيه النادي الاهلي والمركز الموجود فيه النادي الاهلي دايما مسيد الرحمن في كل بطولاته. كابتن عاصم حماد شكرا جزيلا، سعدت ان انت موجود معايا النهارده ودايما تكون معانا ومتواجد في حصد بطولات اخرى للنادي الاهلي. انا سعيد جدا بيك لان كل وانا بكلمك دلوقتي مخالتي من حوالي 20 سنه وانت لعيب حارس مرمى عندي وماسك ودني اصلا مكاني بيها اصلا مسكت ودنك الكلام ده، وبعد كده بقى مش عارف مدير ورئيس تعاون كده، انما انا سعيد كابتن خالد بالكلام ده، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقعد اعداد كتيره زي دي يا رب تكون بعد مكاسب يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نشكر كابتن عاصم حماد شكرا جزيلا، وضح نقط كتيره، نقط خلافيه ونقط جوه الجهاز ونقط جوه اللاعبين وكل حاجه، اعتقد كل جماهير الامور كلها وضحت ليه، بنشكره شكرا جزيلا وان شاء الله هنكون معاه ومتابعينه ومتابعين لفريق كره اليد بالنادي الاهلي في البطولات القادمه، امنياتنا ليهم الطيبه. في نهاية لقائنا النهاردة تابعونا كل الأسبوع من الساعة 7 للساعة 10 والأهلي الليلة، شكرا وإلى اللقاء.